اهلا وسهلا بحضراتكم مستمرين في التغطيه الخاصه بمحاكمه مبارك، فصل جديد من فصول محاكمه الرئيس الاسبق مبارك، ربما لن يكون الفصل الاخير بناء على الموقف التي ستتخذه محكمه النقد من الحكم الصادر اليوم. الجميع يترقب هذا الحكم. هذا هو الفصل الثاني في فصول محاكمه مبارك. 2 يونيو 2012 كان الفصل الاول حينما اصدر المستشار احمد رفعت حكمه على مبارك و وزير داخليته حبيب العدلي بالسجن المؤبد 25 عاما وبراءة مساعدي العدلي. يبدأ إجراءات أو تبدأ إجراءات أخرى في تاريخ 13 يناير 2013 وهو تقدم الطرفين النيابة والمتهمين بالطعن على هذا الحكم أمام محكمة النقد. شرفنا في هذه التغطية الخاصة المستشار أحمد علي عبد الرحمن النائب الأول لرئيس محكمة النقد وعضو مجلس القضاء الأعلى الأسبق ورئيس الدائرة التي قبلت الطعن على هذا الحكم الخاص بإدانة مبارك وزير الداخلية. وكنت بقول أن كان هناك أهلا وسهلا سيادة المستشار، نورنا في هذه التغطية. أهلا وسهلا. كان في طعنين، طعن من النيابة وطعن المتهمين على الحكم الصادر في 2 يونيو 2012 من المستشار أحمد رفعت. لو نعود إلى الوراء قليلا، القضية أولا لا نقبل التعليق على الأحكام التي تصدر من المحاكم، ودي مبدأ أصولي ومقرر في قانون الإجراءات الجنائية. إنما إذا كنا نتحدث اليوم بنتحدث عن ما الإجراءات التي اتخذت وما تتخذ فيما صدر حكم آخر، حكم محكمة الجنايات اليوم. تم تقديم حق الرئيس محمد حسني مبارك ووزير الداخلية اللواء محمد حبيب العدلي وكبار مساعديه الستة وحسين سالم إلى محكمة جنايات القاهرة. قضت محكمة جنايات القاهرة حضوريا بجلسة 2 يونيو 2012 بالسجن المؤبد بالنسبة للرئيس محمد حسني السيد مبارك واللواء محمد حبيب العدلي وبراءة مساعدي وزير الداخلية ونجليه علاء وجمال مبارك وحسين سيد سالم. طعنت النيابة العامة في هذا الحكم على الحكم البراءة وطعنت المحكوم عليهم في حكم الإدانة. يعني قدم لحضرتك في الدائرة طعنين، طعن من النيابة وطعن من المتهمين. المحكوم عليهم بالبراءة لم يتقدموا بالطعن طبعا من مصلحتهم البراءة، إنما النيابة العامة طعنت. طب خلينا نشير يا فندم، أنا أسفة بقطع حضرتك، لهذا النبأ العاجل، وصول الطائرة التي تقل مبارك إلى مقر محاكمته بأكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس. كانت الطائرة قد أقلعت منذ قليل من مستشفى المعادي العسكري حيث يقيم مبارك ووصلت الآن إلى مقر المحكمة، وربما ستكون لدينا صورة نقلا عن صدى البلد التي تنفرد حصريا بهذه الصور وبهذه المحاكمة. سينضم إلينا أيضا بعد قليل الزميل محمد سماحة من أمام مقر المحاكمة في التجمع الخامس أكاديمية الشرطة لنقل الأجواء المحيطة. هناك استعدادات كما تشاهدون الآن داخل القاعة. مبارك وصل وبالتالي سيدخل هذه القاعة في دقائق محدودة وتبدأ جلسات المحاكمة. من المتوقع اليوم أن يكون هناك نطق بالحكم فقط ولا سيشرح القاضي في ربما دقائق؟ أو أنا أعتقد أنه سيتم النطق بالحكم فور دخول قاعة المحكمة. لن يعني في المحاكمة الأولى المستشار أحمد رفعت كانت هناك مقدمة كبيرة، يعني جرت السوابق القضائية على أن الحكم يصدر فور دخول هيئة المحكمة قاعة الجلسة دون تقديم أي بيانات أو لآخر. يعني سيدخل المستشار محمود كامل الرشيدي إلى قاعة المحكمة وسيتم كما صرح في إيداع حيثيات الحكم في ذات اليوم الذي اليوم فور النطق بالحكم. طيب كنا بنتكلم أنا وحضرتك قبل الهوى أن هذا هو ربما ليس الفصل الأخير في فصول هذه مجرد المحكمة، مجرد صدور الحكم. في هناك فترة حددها القانون 60 يوما للطعن على الحكم، سواء كان من النيابة العامة إذا كان هناك إداء براءة أو المحكوم عليهم إذا كان هناك إدانة، ولا يمنع
من النيابة العامة أن تقوم بالطعن في إذا صدر بحكم بالإدانة لتشديد العقوبة، أو إذا كان هناك خطأ في تطبيق القانون أو في تأويله أو في عيب من العيوب شاب الحكم. إذا نحن أمام فصل مقرر من الفصل للنقد زي الفصل اللي حضرتك كنت فيه لما تم تقديم الطعن لحضرتك. بالضبط. هو المرحلة المقبلة هي نهاية المطاف بالنسبة وليست هذه المرة. ليس هذه المرة. يمكن أن محكمة النقد لا تقبل الطعن وبالتالي يصبح هذا الحكم نهائيا؟ حكم بات. الحكم الصادر من محكمة الجنايات حكم نهائي، إنما حكم محكمة النقد حكم بات لا يقبل الطعن بأي طريق من طرق الطعن الأخرى، ويعتبر بات وتغلق ملف القضية على ذلك الحال. يعني احنا أمام سيناريوهين، إما أن تؤيد محكمة النقد هذا الحكم الصادر اليوم وبالتالي لا يكون هناك طعن، ترفض الطعن وتؤيد الحكم الصادر من محكمة الجنايات الصادر اليوم، تمام، أو نقد الحكم وتحديد جلسة لنظر الموضوع وتقوم محكمة النقض بدور محكمة الجنايات في إعادة المحاكمة من بداية المرحلة الأولى. يعني نحن لدينا فصل آخر هيستغرق وقت ربما شبيه بنفس الفترة التي بالضبط هو ده. يعني محكمة في حد أقصى يا فندم لهذه المسألة؟ يعني محكمة النقض بتولي أولوية ورعاية أولوية خاصة بالنسبة للطعون ذات الأهمية وتحرص على تحديد جلسة عاجلة لنظر مثل هذا الطعون. فالطعون كلها بتحاول إنهائها في أقرب وقت ممكن. لا تستغرق أكثر من 6 شهور على ما أعتقد. يعني احنا هندخل عام جديد 2015 دون أن يتم حسم نهائي لهذه القضية. أعتقد بنهاية 2015 تكون القضية قد انتهت. طيب في سؤال ربما يتطرق إلى أذهان البعض، لما حضرتك كنت رئيس لهذه الدائرة إيه الأسباب اللي دفعت حضرتك لقبول الطعن المقدم من الطرفين سواء من المتهمين أو من النيابة؟ كان هناك أسباب كثيرة تقدم بها المحكوم عليهم والنيابة العامة. شاب الحكم من أسباب معينة كان لها محل وتقدير من الدائرة، وبناء عليه تم نقض الحكم. عيوب عدم سماع شهود، التفات عن تفريغ التسجيلات والسماع، 143 شاهد التفتت إليهم محكمة الجنايات من سماعهم، فكان محل طعن من المحكوم عليهم وقالوا إن محكمة الجنايات أخطأت في عدم سماعهم والالتفات عن سماع التسجيلات والسجل الموجودة لدى المخابرات العامة أو في الميادين العامة، وكان يتعين على المحكمة أن تقوم بتفريغ مثل هذا التسجيلات حتى يتضح أن هناك دليل أو أدلة قبل المتهمين. دي كانت أهم الأسباب اللي خلت حضرتك من تقبل بين الأسباب من بين الأسباب من بين الأسباب اللي تم طعن نقض الحكم على أساسه. طيب في قاعدة قانونية سمعتها مرة، لا يضار الطعن بطعن، يعني مبارك يمكن لا يمكن أن يأخذ حكم أعلى من المؤبد؟ لا يمكن. دي قاعدة أصولية مستقرة عليها منذ قديم الأزل، أن الطاعن لا يضار بطعنه، إنما إذا كان طعن النيابة العامة فالنيابة العامة تسترد حريتها ويعاد فتح الدعوة من جديد، ولا يمنع من تشديد الحكم إذا كان هناك طعن من النيابة العامة بالنسبة لذات المحكوم عليه الإقامة بالطعن. لا عايز أفهم دي من حضرتك، يعني القاعدة اللي احنا فاهمينها أن لا يضر الطاعن إذا كان المحكوم عليه هو الطاعن لوحده. طب هو في حالة مبارك النيابة شريك معه في الطعن، إذا كانت النيابة طاعنة فمفيش ما لا يمنع من النيابة العامة أنها تطعن وتسترد المحكمة سلطتها في تقدير العقوبة مرة أخرى، في رفع العقوبة. في يعني رفع نحن العقوبة أمام سيناريو ربما يتعلق بتشديد. إذا طعنت النيابة العامة، مش طعنت في حالة مبارك طعنت؟ لا، النيابة العامة ما طعنتش بالنسبة لحكم مبارك. لم تطعن؟ بالنسبة للمؤبد ما طعنتش. لم تطعن؟ لم تطعن. إذن أقصى ما يمكن أن يكون عقوبة مؤبد لمبارك هو المؤبد، السجن المؤبد. طيب عايزين نقول وصول هيئة المحكمة إلى مقر أكاديمية الشرطة، مقر محاكمة مبارك، وبالتالي نحن نتحدث عن دقائق قليلة ربما تفصلنا عن سماع الحكم ودخول المستشار محمود كامل الرشيدي إلى قاعة المحكمة، وهو القاضي الثاني الذي تصدى لمحاكمة الرئيس.
الرئيس الأسبق مبارك بعد المستشار أحمد رفعت. وربما كما يقول المستشار أحمد علي عبد الرحمن معنا على الهواء الآن أنه سيكون ربما فصل جديد، وربما سيتم اختيار قاضي آخر بطريقة إلكترونية ليضع بالفعل الفصل الأخير أو الحكم النهائي والبات ما لم تصدر هذا الحكم محكمة النقض. سواء صدر الحكم بالإدانة أو صدر الحكم بالبراءة سيتم الطعن عليه من جانب، وسيكون الموقف بالنسبة لمحكمة النقض هو الحاسم، هل تقبل الطعن أو لا تقبل بالضبط. طيب الحقيقة في سيناريوهات كتيرة الشارع والرأي العام بيتكلم فيها، و حالة من الترقب، هناك سقف من التوقعات يشير إلى إمكانية خروج مبارك براءة من هذه القضية، وآخرون يرون أنه يمكن أن تكون هناك إدانة، لكن في كل الأحوال زي ما حضرتك تفضلت لن تكون هناك إدانة أكبر من المؤبد. الشعب يعتقد كما هو يعتقد، إنما رئيس المحكمة هو اللي بيصدر الحكم بناء على ما هو ثابت لديه من الأوراق وقناعته من الأوراق ومن سماعه الشهود والأدلة اللي قدمت إليه. هناك شهود أدلوا بشهادتهم أمامه بخلاف ما تم الشهادة في المحاكمة الأولى. مشير طنطاوي، فريق اللواء فريق عنان، اللواء حسن بدين، كل هؤلاء الشهود لم يدلوا بشهادتهم في المحاكمة الأولى. وكانت شهادتهم سرية، والمحكمة أعلنت أن الجلسة سرية، إلا أنه نشرت شهادتهم في أحد الصحف، وكان عندنا مقتطفات منها بالأمس. كانت الشهادات لم يصدر أمر من الرئيس حسني مبارك بقتل متظاهرين. كانت معظم الشهادات تدور، يعني شهادة مثلا فريق سامي عنان رئيس أركان القوات المسلحة الأسبق قال، وكنا بنذيع ده امبارح، الشرطة انسحبت نتيجة الضغط النفسي، ولا أعتقد أن رئيس الجمهورية أعطى أوامر بالقتل أو الضرب، ورؤيتي أن مبارك لا يعطي أمر بذلك ولم يصدر أي قرار باستخدام العنف ضد المتظاهرين. هذه شهادة حاسمة. كل الشهادات التي أدليت أمام المحكمة في المحاكمة الثانية تختلف عن ما هو تم في الشهادة في محكمة الجنايات في المحاكمة الأولى. لذلك كان في طلب من في الطعن، من أسباب الطعن اللي قدمت لحضرتك استماع إلى شهادات جديدة، وهذا ما تمسك به محامي طعن رئيس محمد حسني مبارك واللواء حبيب العدلي، أن هناك شهادات يمكن أن تغير مسار القضية. تمسكوا بشهادتهم وقالوا أن المحكمة أول درجة محكمة الجنايات التفتت عن سماع هؤلاء، وهذه أقوالهم فاصلة في الدعوة. هناك قاعدة دايما نحن جميعا نحاول الالتزام بها، وإن كنا في كثير من الأحيان لا نلتزم فيها، فكرة أن أحكام القضاء لا يتم التعليق عليه، ولكن هناك مخاوف ربما موجودة في الشارع من ردود الفعل التي يمكن أن تحدث أو تنجم عن الحكم الصادر اليوم. والله هذا متروك يعني تقديره للشعب نفسه بناء على ما يصدر من أحكام. الحكم فور صدوره ملك الشعب، والشعب هو اللي بيقرأه بيناقشه وبيتعرض للمناقشة ولا أقل، إنما التعليق عليه مجرد إنه المحكمة أخطأت المحكمة أصابت، دي مسألة تقديرية لكل مواطن له الحق في أن يبدو رأيه في هذا الحكم بعد صدوره. من متابعة حضرتك كنا بنتكلم عن الشهادات وأن هناك تغيير جوهري في بعض الشهادات ربما يكون مختلف عن ما كان موجود في شهود جدد في هذه القضية، في مضمون مختلف للشهادات هذه المرة. هل نحن نتحدث عن أجواء مختلفة تماما عن المحكمة الأولى؟ أتحدث عن أجواء من الناحية القانونية. بالقطع. محكمة الجنايات الحالية التي سوف تصدر حكمها كانت في ظروف أفضل من الظروف التي كان فيها المحاكمة الأولى. هناك ضغوط نفسية ومعنوية كانت تحت تأثير المحاكمة الأولى، من مظاهرات، من 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 أسباب كثيرة. إنما المحكمة الحالية في كامل حريتها، في كامل معتقداتها، بتباشر حقها المنصوص عليه في القانون
بدون أدنى تأثير أو بدون أي تدخل، بدون أي قيد عليه في تقديره للأدلة أو الحكم في هذا. بس طبعاً دايما يتقال أن القاضي ينفصل تماما عن كل الأجواء المحيطة به ولا يحكم وفقا لأهواء الرأي العام ولا دي إلا. قاعدة مقررة وأصولية. القاضي لا يقضي بعلمه، إنما يقضي بناء على ما هو لديه ثابت في أصل في الأوراق، ولا يستمع ولا يدلي برأيه في إذا كان لديه معلومات خاصة أو غيره، لا يدلي بهذا في ما يكتبه من من أسباب. وإذا أضاف إلى الحكم معلومة وصلت إليه ومعلومات خاصة أو مجرد استنتاجات دون أن يكون لها أصل في الأوراق، يكون من ضمن الأسباب التي يتم الطعن عليها. هذه المرة بالإضافة إلى هذه المحاكمة، يعني المحاكمة الثانية، بالإضافة إلى الشهود الجدد، هل كان هناك أوراق قدمت من النيابة العامة في أثناء هذه المحاكمة ربما تكون إدانة أو تعزز من موقف النيابة ضد مبارك وضد المتهمين؟ على ما نشر من الصحف أن هناك تقارير قدمت، تقارير تقصي الحقائق التي قامت بها لجنة تقصي الحقائق التي كان تم تشكيلها أيام حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، قدمت من ضمن الأوراق المعروضة على المحكمة اليوم. وهناك أوراق كثيرة لم تعرض على محكمة الجنايات التي صدرت الحكم بالإدانة. يعني هناك أجواء مختلفة تماما، كثيرة أجواء مختلفة تماما، بالتأكيد ستؤثر بدورها على منطوق الحكم اليوم. على حسب اقتناعه، على حسب اقتناع القاضي بالأدلة الجديدة أو بشهادات الشهود الجدد، على حسب اقتناعه وعلى ما هو ثابت في الأوراق المعروضة عليه. ربما كان دايما يتقال أن هذا القاضي، دخلت المستشار أحمد رفعت في المحاكمة الأولى في حكمه الأول على مبارك، ثم المستشار محمود كامل الرشيدي، لكن يبدو أن هناك مستشارا آخر سيكون هو هذا ما رسمه القانون. ودي ضمانة من ضمانات المحاكمة للمتهم على أساس أنه يستنفذ كافة الطرق المقررة له في القانون. كان دايما نفسي أقابل أحد المستشارين وأسأله سؤال، احنا المساله دي جديده علينا، محاكمات رؤساء لم يكن في المنطقه العربيه كلها قبل ذلك مساله محاكمه رئيس، هل بتبقى الاجواء شكلها ايه؟ يعني هذا رئيس ولا هذا مواطن متهم؟ مواطن ولا مواطن عادي. احنا نظرنا الطعن كانه طعن عادي من متهم للمتهم ومن معه، وأصدرنا حكمنا في غاية البساطة بدون يعني تشنج ولا شد أعصاب ولا خلاف. التهم التي وجهت إلى مبارك وإلى بعض المتهمين هي تهم جديدة، فكرة قتل متظاهرين، فساد سياسي، هذه التهم لها طبيعة خاصة مش زي التهم العادية اللي يمكن أن توجه إلى متهم عادي بجريمة قتل أو النيابة قامت بتكييف الوقائع المعروضة عليه، ما أسفرت عنها التحقيقات وكيفت الواقعة وأعطت الوصف القانوني بناء على التحقيقات التي أجراها الزميل مصطفى سليمانو ومن معه من فريق المحققين. انتهوا إلى جنايات معينة لها أوصاف معينة، وبناء عليه قدموا إلى محكمة الجنايات. أنا كمحكم رئيس محكمة مقيد بأمر الإحالة التي قدم إلي من محكمة الجنايات، ولا أملك إضافة تهم جديدة إلى ما قدمته النيابة العامة. إذا تبين لي أن هناك تهم في الأوراق لم تتناولها النيابة العامة، عليها أن تتصدى ثم تحيلها لدائرة أخرى أبدت رأيها فأصبحت غير صالحة للفصل في الحكم. أنا أقصد أن احنا أو السلك القضائي يواجه الآن محاكمات من نوع خاص لم يعرفها عبر تاريخه كله، يعني احنا بنتكلم عن ليست محاكمة مبارك فقط ولكن أيضا الرئيس المخلوع محمد أو المعزول محمد مرسي. القضاء طول مدى تاريخه الطويل تعرض لمثل هذه المحاكمات. اللي أعطى هذه المحاكمات أهمية هي ناحية السياسية والإعلامية والضغوط الشعبية. إنما القضية بتنظر كقضية عادية،
بتنال الاهتمام مثل أي قضية أخرى تنال الاهتمام. ليس هناك فرق بينها وبين قضية القتل العمد. بس الظروف والأجواء التي يعيش فيها هذا، يعني النهاردة المستشار محمود كامل الرشيدي شفت له تصريح بيقول فيه لا أنام. الضغط 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 ليس هناك ضغط من أحد، إنما هناك ضغط من داخله، ضغط نفسي عايز يصل إلى الحقيقة، عايز يصل إلى عين الحقيقة اللي يرضى عنها ويرضى ربه عنها، يرضى عنه ضميره المهني يعني المهن. في الأساس وهو يواجه رأي عام يشهد حالة من التباين الشديد، هناك من يؤيد وهناك من يعارض. لا يخشى إلا الله سبحانه وتعالى. دايما ما يقال انه، وانا عايز استفيد من خبره حضرتك في هذه المساله، وطبعا احنا ما زلنا في انتظار دخول المستشار وهيئه اعضاء المحكمه، المستشار محمود كامل الرشيدي وهيئه اعضاء المحكمه الى قاعه المحكمه للنطق بالحكم ودخول المتهمين ايضا، ولكن اذكر حضراتكم بان جميع المتهمين قد وصلوا الى محكمه الى مقر المحاكمه في اكاديميه الشرطه بالتجمع الخامس. وصلت الطائره التي تقل الرئيس الاسبق مبارك منذ قليل بعد ان نقلته من مستشفى المعادي العسكري، سبقها ايضا وصول مساعدي وزير الداخليه الاسبق حبيب العدلي ونجليه جمال وعلاء، وايضا وصول وزير الداخليه حبيب العدلي في وقت لاحق. المتهمين جميعا الان في مقر اكاديميه الشرطه بالتجمع الخامس في انتظار دخولهم الى قاعه المحكمه ودخول اعضاء هيئه المحكمه للنطق بالحكم. كنت بسأل حضرتك على الأجواء، ما زلت يعني لأن دي مسألة في غاية الأهمية. دايما يتقال أن القاضي يحكم بما أمامه وبما لديه من أوراق، وبالتالي هي المسألة تتعلق بكفاءة أجهزة التحقيق، بكفاءة النيابة العامة في تقديم ما يدعم موقفها، وفي المقابل أيضا كفاءة أعضاء هيئة الدفاع فيما يضحد أو يبدد هذه المستندات أو هذه الأوراق. إذن القاضي يتعامل بشكل مجرد، لديه ورق في النهاية. هذا ما هو متبع، ولا يمكن أن يحكم خارج الورق. لا له أصل ثابت في الأوراق، الشهادة لها أصل ثابت في الأوراق. إذا أضاف إليها أقوال محل طعن من جانب موكل من الطاعن، فهو مبنى اعتناقه عقيدته تكوين عقيدته من واقع الأوراق، من واقع المستندات، من واقع الشهادات، من واقع الأدلة الفنية، الأدلة التوافرت لديه من داخل إطار ملف القضية. ليس هناك معلومات خاصة، ليس هناك معلومات شخصية، قد تولتت لديه معلومة. يعني هو ما بيقومش ببحث، ما بيعملش سيرش، هو بيعتمد على ما هو مقدم أمامه أو ما بين يديه من أوراق. لديه بحث، عايز يبحث قانون، عايز يبحث في جزئية معينة مطروحة عليه، يبحث في كتب القانونية أو أحكام النقض أو أحكام التي سبق أن أصدرها، أو ما لديه من معلومات قانونية توفرت لديه نتيجة خبرته القضائية. لكن فيما يتعلق بالتهم وأوراق القضية هو لا علاقة له إلا بما هو مقدم أمامه. مقيد. طب إذن يعني دي نقطة في غاية الأهمية أنا بثرها، لأن عادة ما يأتي مش هقول اللوم، لكن دايما القاضي هو من يتصدر المشهد، يقول لك حكم بده وده من وجهة نظر مثلا مدعين بالحق المدني أو أهالي الضحايا والشهداء، القاضي هو في الصورة وليس من قدم الأوراق للقاضي. الحقيقة دي فيها، أنا عندي طرفين، طرف راضي وطرف غير راضي، ولا يمكن الاثنين يتفقوا مع بعض. صحيح. كلا الطرفين مختلفين. المحكمة أصدرت حكمها، ليس لها مصلحة في هذا، إنها تصدر حكم بالإدانة أو بالبراءة، تصدر حكمها بما يرضي الله سبحانه وتعالى وبما لديها من أدلة، وده اللي أنا أقصده، حكمها صدر بناء على الأدلة وما لا توفر لديها وما اقتنعت به وكونت عقيدته واطمأنت تداولت بين أعضائها واستقروا على
الحكم وبناء عليه بيصدر الحكم. هل كان يملك المستشار محمود كامل الرشيدي في هذه القضية أن يتنحى عن نظره القضية؟ هو تنحى في قضيتين سابقتين، قضية قتل المتظاهرين في أحداث المرج وقضية أحداث مسجد الفتح. هل يعني هذا كان خيار ولا ما لم يكن مطروحا هذا الخيار بالنسبة، أو ليس من حقه التنحي مثلا؟ من حق القاضي أن يتنحى إذا استشعر الحرج في أي مرحلة من مراحل نظر القضية لديه، فليس هناك حرج عليه إذا تنحى، ولا أحد يملك مساءلته وغير مطالب ببيان أسباب التنحي. دي نقطة مهمة. غير مطالب بأسباب التنحي. أنا استشعرت الحرج نتيجة فلان كلمني اتصل بي وسألني عن قضية مطروحة علي في الدائرة، أبادر بالتنحي. وليس من حق أحد أن يسأل حضرتك سيادة المستشار عن أسباب شعور حضرتك بالحرج. هو فقط هذا هو التعبير الذي يتم استخدامه لاستشعاره الحرج وفقط دون إبداء الأسباب. طيب سنعود لهذه التغطية مع حضراتكم ومع المستشار الجليل المستشار أحمد عبد الرحمن، لكن خلونا زي ما بنقول نحن أمام محاكمات جديدة على المجتمع المصري وربما أيضا المجتمع العربي. محاكمات الرؤساء هي مسألة لم تعتدها المجتمعات العربية وبالطبع أيضا المجتمع المصري. نتابع هذا التقرير. السجن المشدد والإعدام مصير واجهه رؤساء دول عربية وأجنبية عدة زجت بهم شعوبهم خلف القضبان، فلم تكن محاكمة مبارك التي تشهدها مصر هي الأولى من نوعها، بل تم ملاحقة العديد من الأنظمة ورؤسائها بجرائم ارتكبوها خلال سنوات حكمهم. لعل من أبرز المحاكمات التي يذكرها التاريخ محاكمة الرئيس الروماني السابق نيكولاي شاوشيسكو الذي اتسم حكمه بالشدة والدموية رغم بعض الإنجازات في مجالات تنموية وعلمية وثقافية، فتمت محاكمته من قبل عدد من ضباط الشرطة العسكرية وصدر ضده وزوجته إلينا حكم الإعدام في أسرع محاكمة لرئيس في القرن العشرين، ثم أعدم مع زوجته في 25 من ديسمبر عام 1989 أمام عدسات التلفزيون. وعن الرئيس اليوغوسلافي السابق سلوبودان ميلوشيفيتش الذي اتهم في جرائم تتعلق بانتهاكات للقانون الدولي وحقوق الإنسان على أراضي يوغوسلافيا السابقة، مكث ميلوشيفيتش سنوات متنقلا بين السجن والمحكمة والمشفى رافضا توكيل محام عنه، حتى عثر عليه ميتا في مركز الاعتقال الذي كان محتجزا به في لاهاي. ولم تختلف أسباب محاكمة الرئيس التشيلي أوغوستو بنوشي كثيرا، فبتهم تتعلق بحقوق الإنسان اعتقل بنوشي ووضع رهن الإقامة الجبرية حتى توفى إثر إصابته بنوبة قلبية. ولعل محاكمة الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين هي الأشهر في العالم العربي، حيث حكم بتهمة الإبادة الجماعية بعد الغزو الأمريكي للعراق وحكم عليه حضوريا بالإعدام شنقا حتى الموت، وتم تنفيذ الحكم في فجر يوم 30 من ديسمبر عام 2006. ويعد رئيس ليبيريا السابق تشارلز تايلر أول رئيس دولة تدينه محكمة الجنايات الدولية منذ محاكمات قادة النازية بعد الحرب العالمية الثانية بتهمة ارتكابه جرائم الحرب في سيراليون ليواجه عقوبة السجن 50 عاما. محمد مرسي الرئيس الخامس لمصر الذي تم عزله يواجه حاليا تهم التحريض على قتل المتظاهرين والتخابر مع دول أجنبية واتهامات أخرى، وغدا تصل محاكمة القرن آخر محطاتها في انتظار إصدار حكم نهائي على الرئيس الأسبق مبارك ووزير داخليته وآخرين بتهمة قتل المتظاهرين وعدد من قضايا الفساد. كل هذه الشخصيات وغيرها حكموا بتهم ارتكبوها في حق شعوبهم لتعطي رسالة واضحة على مر العصور أن رئيس البلاد لا يعلو على الدولة ولا يكون فوق القانون. زي ما حضراتكم شفتوا المحاكمات الرؤساء في العالم هي موجودة وهناك أمثلة كثيرة، لكن ربما هذا الأمر كان جديدا على المجتمعات العربية وعلى المجتمع المصري أيضا، وربما انتبه الدستور المصري لهذه المسألة ونظم بشكل واضح، لأن هذه كانت أحد الأسباب اللي عاملة مشاكل سيادة المستشار ودفع بها أمام المحكمة أن محاكمة الرئيس تخضع لقواعد وإجراءات خاصة والمحكمة لم تتبع هذه الإجراءات،
من ضمن أسباب الطعن اللي قدمت لحضرتك؟ أن رئيس الجمهورية أو رئيس البلاد له محاكمة خاصة. كان هناك قانون أيام الوحدة سنة 1958 صدر وحدد تشكيل المحكمة من أعضاء من محكمة النقض وأعضاء من مجلس الشعب يتم فيها محاكمة رئيس البلاد، ولم يصدر القانون المنظم لمثل هذه المحاكمة، وبناء عليه رفضنا الدفع ببطلان المحاكمة. يعني كان من ضمن الدفوع التي أبداها المحامي الرئيس محمد حسني مبارك أنه ده من العسكريين وكان يخضع لقانون القضاء العسكري. ومحمد سليم العوا أيضا، دكتور محمد سليم العوا في محاكمة مرسي أكد أيضا أن دستور الإخوان دستور 2012 كان يحدد أن محاكمة الرئيس تكون أمام محكمة خاصة، وكان يستند إلى هذا الأمر. لذلك أحد الإيجابيات في دستورنا الجديد أنه تعاطى مع هذه المسألة بمواد ثابتة ومحددة حتى لا يفتح المجال مرة أخرى. ولم يصدر القانون المنظم لهذه المحاكمة حتى الآن، لكن القواعد النصوص الدستورية نص في الدستور، لكن القانون القانون اللي هيصدر بناء على الدستور لم يصدر بعد، وهو اللي سيتم تفسير فيه هذه القواعد العامة اللي موجودة في الدستور لتشكيل المحكمة ونظام المحاكمة والادعاء ومن اللي باشر الادعاء وضمانات المتهم وكافة الإجراءات. لازم يصدر قانون. كذلك قانون محاكمة الوزراء برضو لم يصدر بعد. هل الوزير يخضع المحاكمة عادية كشخص عادي ولا له محاكمة خاصة؟ هذه قوانين في غاية الأهمية. ما اللجنة الإصلاح التشريعي اللي هيتم إصدار كافة القوانين المكملة للدستور، وفي انتظار مجلس النواب الجديد الذي يتم انتخابه إن شاء الله. هل صدور هذه القوانين يعني أنه يمكن عمل بها بأثر رجعي ولا تقدم؟ من تاريخ صدورها. من تاريخ صدورها. طيب خلينا أؤكد بس على المعلومة اللي قالها لي المستشار الجليل أحمد عبد الرحمن، أن الحكم اليوم في قضية مبارك هو حكم نهائي من محكمة الجنايات، لكنه ليس حكما باتا. الحكم البات ستصدره محكمة النقض، إما بقبول الطعن أو تأييد أو رفض الطعن. في حالة قبوله تحديد جلسة لنظر الموضوع، ومحكمة النقض تنظر الموضوع مثل محكمة الجنايات، لها الحق في سماع شهود، لها الحق في سماع الخبراء، مناقشة أي شخص آخر، وتصدر حكمها بناء عليه. في هذه الحالة، وحضرتك كنت نائبا لرئيس محكمة النقض، كيف يفكر قاضي محكمة النقض؟ هل يفكر بمنطق أنه لابد من إعطاء ضمانات للمحاكمة العادلة وبالتالي قبول كل ما يقدم من طعن، ولا قد يفكر فيما يطالب به الرأي العام أحيانا العدالة الناجزة؟ ليس الرأي العام تأثير على قبول الطعن أو رفض الطعن، دي قاعدة. القاضي قاضي النقد مقيد بما لديه معروض من ملف الطعن. المحامي الطاعن يقدم أسباب طعن. أسباب الطعن أنا مقيد بها كمحكمة، ولا يملك إضافة أسباب أخرى بعد انقضاء الفترة المحددة للطعن. لازم يقدم المرة دي أسباب جديدة عن اللي كانت مختلفة أو معروضة على حضرتك في الدائرة بتاعت حضرتك. لازم على ضوء ما طرأ من في المحاكمة، من سماع شهود، من أدلة، من إجراءات شابت المحاكمة أحيانا، كل ده بيطرح تاني وحطه في أسباب طعن جديدة. حدد له القانون فترة 60 يوما لإيداع أسبابه. مجرد إيداع الأسباب في المحكمة يتم تحديد جلسة، وتعرض ملف الطعن كاملا على نيابة النقض. نيابة النقض تقوم بفحص القضية من بدايتها إلى نهايتها، ثم تودع مذكرتها بالرأي، وهذا الرأي غير مقيد للمحكمة، إما تأخذ به أو لا تأخذ به. ثم تبدأ في نظر الطعن في جلسة. يعني ده بيعتمد على حيثيات الطعن، الحكم والحيثيات المقدمة في الطعن أيضا، المطعون يعني فيه
والأسباب الطعن. هل يقدم كلا الطرفين من الطاعنين سواء النيابة أو المتهمين ما يدفع القاضي لقبول طعنهم من خلال إظهارهم لمطالب جديدة طبعا. زي مثلا ما حصل طبعا. في الطعن المقدم طبعا. لحضرتك مسألة الشهود أسبابه والنيابة ليها أسباب وإذا ما قدمش أسبابه عدم قبول الطعن شكلا. لكن أنا كنت بسأل على حتة ربما تكون مش عارفة هي نفسية ولا قانونية نعم. يعني المستشار اللي بيبقى في محكمة النقض بيقول أدي للمتهم كل الفرص المتاحة ليه يطعن مرة ويطعن مرتين حتى يستنفذ كل وسائله في الطعن حتى أضمن. محكمة النقض قد يكون ليس لديها احتياج إلى سماع شهود أو حضور المتهم مرة أخرى قدامها أو بتنظر ملف الطعن أمامها ويجي المحامي كمان سماع مرافعة المحامي أحيانا غير لازمة إلا إذا رأت المحكمة أن تستوضح منه بعض النقاط. محكمة ملف الطعن المعروض قدامه. لكن النظر إلى الطرف الآخر لما يبقى فيه أهالي للشهداء والضحايا والأبرياء بيبقوا طول الوقت ويقولوا نفسنا يطلع حكم عشان نعرف من قتل أبنائنا. المدعين وهذا هو فكرة العدل أو العدالة. المدعين بالحق المدني لهم الحق اللجوء إلى المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض. إنما هم كانوا عايزين حكم الإدانة على أساس حكم الإدانة ينبني عليه حكم التعويض. لا وحتى ليس فقط مسألة التعويض يعني في ناس بتطالب بالقصاص لأبنائها في ناس بتطالب هترتاح أو هيرتاح قلبها لما تعرف وهذا هو صلب قضية العدالة أن من قتل يقتل صحيح. أن من إذا كان قاتلا أن من تغافل عن حماية أحد يحاسب بناء على هذا الإهمال أو هذا بناء على ما هو ثابت. مظبوط. يعني أقصد القاضي هنا هو قاضي في هذا المجتمع. أيوه هو يعني لديه أطراف عديدة لديه النيابة ولديه المتهمين ولديه المدعين بالحق المدني ولديه أهالي كافة أطراف النزاع ينظر إلى الجميع وبيضع قراراته وحساباته على أساس موقفه من كل الأطراف ولا على أساس ضمانات محاكمة عادلة لهذا المتهم الذي يقف أمامه على أساس كل الأطراف ينظر للجميع أنا بشكر حضرتك إن حضرتك بتفتح لنا كيف يفكر القاضي. طيب اسمح لنا حضرتك ينضم إلينا هاتفيا الزميل محمد سماحة من أمام مقر محاكمة مبارك في التجمع الخامس في أكاديمية الشرطة. صباح الخير يا محمد. صباح الخير أستاذ رشا. أنا تواجد الآن أمام مقر محاكمة القرن بأكاديمية الشرطة حيث وصل جميع المتهمون بما فيهم الرئيس الأسبق حسني مبارك وتتواجد الآن أيضا هيئة المحكمة بكامل طاقمها أيضا تتواجد قوات الشرطة منذ الصباح الباكر وتؤمن جميع مداخل ومخارج أكاديمية الشرطة وتواجد عدد من مؤيدي الرئيس الأسبق حسني مبارك كما يتواجد أيضا عدد من أهالي الشهداء وتقيم قوات الشرطة حواجز أمنية بين المؤيدين وبين أهالي الشهداء كما يوجد عدد كبير من وسائل الإعلام العربية والعالمية لتغطي هذا الحدث الهام محاكمة القرن المتهم فيها الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير داخليته حبيب العدلي وستة من مساعديه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم. هذه هي الأجواء الآن أمام أكاديمية الشرطة. هناك تعزيزات أمنية سماحة للفصل ما بين مؤيدي مبارك ومعارضي أو مؤيدي وأهالي الضحايا والشهداء في هذه القضية؟ في البداية وصل عدد من مؤيدي الرئيس الأسبق حسني مبارك هم من وصلوا في البداية إلى مقر أكاديمية الشرطة وكان الأمر طبيعيا ولم تكن تقوم قوات الشرطة بعمل أي حواجز ولكن عندما وصل عدد من أهالي الشهداء إلى المكان وبدأوا يهتفون ضد الرئيس الأسبق حسني مبارك ويهتفون هتافات القصاص من قاتلي المتهمين في هذه القضية فقامت قوات الشرطة على الفور بعمل حواجز أمنية بينهم وبين المؤيدين. الأعداد إيه يا سماح؟ الأعداد ربما تكون أعداد أهالي الشهداء أكثر من أعداد مؤيدي مبارك ولكن هناك أعداد كبيرة من مؤيدي مبارك ولكن أعداد أهالي الشهداء أكثر بكثير منهم.
هل لديك أي معلومات؟ يعني نحن في انتظار دخول أعضاء هيئة المحكمة والمتهمين إلى قاعة المحكمة للنطق بالحكم، هل في أي معلومات أن الأمر ربما يستغرق وقتا أم خلال دقائق معدودة يمكن أن تدخل؟ المعلومات لدي أن جميع المتهمين وهيئة المحكمة الجميع وصل إلى مقر أكاديمية الشرطة، وبالمفترض أن تبدأ جلسات النطق بالحكم خلال دقائق. هعود إليك سماحة لمتابعة الأمر، وأتمنى أن احنا نعود إليه بالصوت والصورة لأن عندنا مشكلة حتى الآن في مسألة الصورة. زميل محمد سماحة مراسل دريم من أمام أكاديمية الشرطة حيث مقر محاكمة الرئيس الأسبق مبارك. هرجع لمسألة المحاكمات، والحقيقة هذه المسألة زي ما حضرتك تفضلت بتاخد الإجراءات القانونية المحددة وفقا المنصوص عليها في القانون، لكن في مطالبات طول الوقت تطالب بالمفهوم اللي كنت بكلم حضرتك عنه وهو فكرة العدالة الناجزة. هل قوانيننا معدة لهذا المفهوم؟ أنا أسأل مقاطعة حضرتك، ولا احنا نحمل القضاء ما لا طاقة له؟ هو هذا مطلب شعبي، العدالة الناجزة، كل ما نتمناه أن يتم تحقيق العدالة الناجزة في الوقت الحالي في عهد الرئيس السيسي، إنه الشعب والقضاء يطالب بعدالة ناجزة وسريعة، إنما بما لا يخل بالضمانات القانونية المقررة للمتهم. عشان أوصل لعدالة ناجزة لابد أن أوفر ضمانات للمتهم، ضمانات المتهم كفالة حق الدفاع عن نفسه، كفالة حق الدفاع عن نفسه مدة تستغرق قد وقت طويل أو وقت قصير. عايز خبير، عايز أسمع شهادة، عايز 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 عايز، فهذه يتعارض مع مبدأ العدالة الناجزة. هل العدالة الناجزة تقتضي حرمان المتهم من حق الدفاع عن نفسه؟ هل تقتضي لا تخل بحقوق المتهم في الدفاع عن نفسه؟ المحامي اللي عايز يترافع ياخد جلسة أو أكثر من جلسة ويقول بس احنا أمام طرفين، طرف متعارضين المصلحة، النيابة والمدعين بالحق المدني عايزين إنجاز في القضية وصدور أحكام، ومتهم قد يكون من صالح دفاعه إطالة الأمد وإطالة الوقت. هذا صحيح، هذا صحيح، إنما المحكمة بتجتهد بقدر الإمكانياتها في سرعة الفصل في هذا. القاضي مقيد بعدد جلسات، القاضي مقيد بقضايا أخرى معروضة عليه، القاضي مقيد بأدلة فنية يتعين عليها الانتهاء منها، طب شرعي، أدلة معمل جنائي، هنا لابد من تكون معروضة عليه وقت المحاكمة، بتستغرق وقت من جهات أخرى، تحريات الأمنية، التحريات الأمنية أحياناً لم توصل بعد المحاكمة الأولى، لم يتم إرسال معلومات الأمن الوطني ولا تحريات المخابرات العامة، وقالوا ليس لدينا أي معلومات عن هذا الموضوع. قضية زي قضية محاكمة القرن، النيابة قالت أنها واجهت صعوبة كبيرة في جمع المعلومات، صعوبة بالغة الصعوبة، لذلك القضيات خرجت قاصرة في تحقيقات، في بعض التحقيقات لم تستكمل. إنما الدائرة الحالية بذلت مجهود كبير في استكمال كافة أوجه النقص اللي إشاب المحاكمة الأولانية. بس دايما عندنا تعبير بنقوله، ليس فقط في مسألة محاكمة الرؤساء، حتى في المحاكم العادية أو المحاكم العادية يتقال إن سكة المحاكم طويلة. يعني دايما الناس يقولك الصالحوا مع بعض كده بدل ما تدخلوا في محكمة لأن سكة المحاكم طويلة. هذا المفهوم مفهوم راسخ لدى هذا صحيح. وسيتم يعني هناك لجان مشكلة حاليا لسرعة الفصل في القضايا، قضايا القاضي مضخم بعدد القضايا المعروضة عليه. لا أتصور قاضي يحكم في 1000 قضية معروضة عليه. طبعا العدالة أني لازم أبحث ولازم أقرأ ولازم أبحث ولازم، فكلما زاد المعروض عليه سيقل قدرته على الإنجاز وإنتاجه. يعني مفروض يقيد الفصل بعدد معين في القضايا، وما زاد عن ذلك فهو بطلان. إنما هذا القاعدة غير متبعة عندنا. لما القاضي يطالب بألف قضية في جنحة في الجلسة ويتعين الفصل فيه، كيف يتم هذا؟ محكمة الجنايات لديها معروض 50 جناية
بس كنا دايما نسمع من المسؤولين في وزارة العدل أنه يتم دائما إضافة دوائر جديدة حتى تكون هناك إتاحة لمسألة أن يتم توزيع القضايا على دوائر جديدة، وبالتالي يتم تخفيف الضغط على الدوائر الموجودة. إعداد القاضي ليس بسهولة. يعني القاضي بيعد منذ مرحلة تعيينه معاون نيابة ويستغرق وقت في النيابة ثم تعيينه قاضي. على أساس يتعين قاضي لازم يبلغ سن 28، بياخد مرحلة إعداد، كبر فيه لغاية ما يبقى مستشار. فمش مسألة سهلة عليا لما أجي أعين على طول كده وأقول له أدخل اتفضل أحكم، مش سهلة. وبعدين أنا بحكم، الحكم أحيانا بيبقى قاسي حتى ولو كان حبس 24 ساعة يبقى قاسي على المحكوم عليه. فعقوبة الحبس عقوبة شديدة، يتعين على القاضي أن يراعيها وهو بيصدر حكم. في الإنسان دايما بيضع نفسه محل الشخص اللي بيحكم. هيئة الدفاع مبارك الآن موجودة، فريد الديب موجود ومعه أعضاء من فريق الدفاع عن مبارك، وبالتالي ربما تكون هذه الصورة التي تأتينا من داخل القاعة التي ستصدر الحكم بعد قليل على مبارك. الأجواء العامة تترقب هذا الحكم، وربما الاستعدادات في القاعة وجلوس الحاضرين بهذه الصورة يعطي مؤشرا على أن المحكمة قد تدخل بعد لحظات. صحيح سيادة المستشار، نورتني النهارده وكنت سعيده جدا بوجود حضرتك معانا، وان شاء الله يبقى عندنا فرصه اخرى لنفتح ملف مهم الحقيقه احنا اشرنا اليه سريعا، وهو كيف نعد العده للعداله الناجزه. بشكر حضرتك سياده المستشار احمد علي عبد الرحمن، النائب الاول لرئيس محكمه النقد وعضو مجلس القضاء الاعلى الاسبق ورئيس الدائره التي قبلت الطعن المقدم على المحاكمه الاولى لمبارك في 2 يونيو، قبلت هذا الطعن في 13 يناير برئاسه المستشار احمد علي عبد الرحمن. نورتنا النهارده معالي المستشار، ان شاء الله يبقى في فرصه نلتقي مره اخرى. مستمرين مع حضراتكم في هذه التغطية بعد الفاصل مباشرة، سنعود لمتابعة الحكم دقائق وربما لحظات قليلة تفصلنا عن هذا الحكم في الفصل الثاني من فصول محاكمة مبارك. بالخبرة العالمية والكفاءات المصرية
العناية الفائقة والتقنيات المتطورة وخصوصية المعاملة. مستشفى دريم، الاختيار السليم. بسم الله الرحمن الرحيم. تيست مايك. لوب لوب لوب. هلو تيست مايك. بسم الله الرحمن الرحيم. هلو تيست مايك. بسم الله الرحمن الرحيم. كما تشاهدون حضراتكم على الهواء مباشرة، دخل مبارك ونجليه ووزير الداخلية وستة من مساعدي وزير الداخلية الأسبق حبيب العدلي وستة من مساعديه إلى قفص الاتهام. تستعد القاعة لدخول المستشار محمود كامل الرشيدي رئيس المحكمة وأعضاء المحكمة للنطق بالحكم في الفصل الثاني من فصول محاكمة الرئيس الأسبق مبارك. حالة من الترقب، والحقيقة ربما الترقب المشوب بالحذر، لأن هناك أجواء تحيط بهذه المحاكمة من الناحية السياسية ومن الناحية الشعبية أيضا. حالة من الهدوء الشديد تسود قاعة المحكمة استعدادا لدخول أعضاء هيئة المحكمة. متواصل معنا في هذه التغطية ومشرفنا النهاردة الأستاذ عبدالله خليل المحامي بالنقد والخبير الحقوقي. أهلا وسهلا. والمهندس حسام الخولي سكرتير عام مساعد حزب الوفد. أهلا وسهلا. أهلا بك. لدينا زي ما كنت بقول فصل ثاني. ربما المستشار أحمد عبد الرحمن كان معي في الفقرة الأولى وقال إن ستكون هناك حكم نهائي من محكمة الجنايات، ولكنه ليس حكما باتا. محكمة النقد هي التي ربما ستحدد هذا الحكم البات من عدم. يعني هل سيكون هناك نقدا للمرة الثانية أم تأييد الحكم؟ أبدا. يعني هو ده طبعا بطبيعة الحال ده إحدى ضمانات المحاكمة العادلة، إن لو صدر للمرة الثانية حكم سواء بالبراءة أو بالإدانة، فبالبراءة فالنيابة لها حق الطعن أمام محكمة النقد في هذا الحكم. إذا صدر بالإدانة فمن حق المتهمين أيضا
أن يطعنوا على هذا الحكم خلال 60 يوم من تاريخ صدور هذا الحكم. في هذه الحالة محكمة النقض بتنظر الموضوع الدعوة، مش يعني في الطعن الأول بيبقى طعن خاص متعلق بالقانون، الحكم ده أخطأ أصاب في فساد في الاستبدال في قصور في التسبيب، إنما محكمة النقض بتتحول إلى محكمة موضوع، يعني المحامي بيترافع فيها كأنه يترافع أمام محكمة أول درجة. بتتصدى المحكمة في هذه الحالة للفصل في موضوع الدعوة بحكم بات غير قابل للطعن أو الإبرام مرة أخرى، وبيصدر استار على مثل هذه الوقائع ولا يجوز الرجوع مرة أخرى لذات الوقائع التي تناولتها أو تناولها الحكم الصادر في هذه الدعوة. ده يعني ده المتوقع، عشان يعني إيه يبقى الرأي العام عارف ومهيأ، وإن أي مكان الحكم الذي سيصدر فإن الحكم هو قابل للطعن أمام محكمة النقض. إذا لم تؤيد محكمة النقض هذا الحكم؟ لا، محكمة النقض في الحالة ما قدمهاش حل تاني إلا إنها تؤيد الحكم أو تلغي هذا الحكم خلاص، وتحكم بما تراه سواء بالبراءة أو بالإدانة، يعني حسب ما تراه محكمة، لأن هي تبقى محكمة موضوع، والحكم الصادر بعد ذلك من محكمة النقض غير قابل للطعن، يعني المحكمة ما بتحلش تاني لمحكمة أخرى لمحكمة أول درجة، بتتصدى وتفصل تماما في الدعوة بحيث أنه لا يجوز الرجوع إلى موضوع هذه الدعوة مرة أخرى. من الناحية الحقوقية، وأنا أتحدث معك لأن حضرتك تعمل في هذا المجال منذ سنوات، هل من الأفضل أن يتم إعطاء الفرصة للمتهمين إلى أن هم يستخدموا كل الفرص المتاحة، كل يعني طعن أول وطعن تاني حتى نضمن ما يسمى بفكرة المحاكمة العادلة؟ أولا طبعا حضرتك أنت جبتي التقرير يتعلق بصدام حسين، حجم صدام حسين، متعلق بمحاكمة شيرسكو، متعلق بمحاكمة بونيشيه، دي محاكمات عسكرية استثنائية طبعا، يعني مش هتكلم على ميوزيفيتش ولا الحكم الخاص بسيراليون، دي محكمة جنائية دولية بتنظر بأقصى ضمانات المحاكمة العادلة، وزي ما انت شايفة كده يعني بالعكس، يعني المتهمين الموجودين داخل البتاع دي ببدلهم وقاعدين في قاعة مهيئة، ومحكمة بتسمع دفاعهم وبتسمع مرافعتهم. طبعا ما تقدرش تقارني محاكمة صدام حسين، لأن كلنا كل العالم بيقول إنها محاكمة غير عادلة، ولا محاكمة شيدوسكو دي محاكمة أيضا كانت محاكمة لا إنسانية، ويعني اللي هي تمت بإجراءات مقتصرة جدا ومحاكمات عسكرية، وتمت بطريقة بشعة في يعني في علينا أن نفخر بأنفسنا. فآه طبعا يعني خلينا نتكلم عشان شوفي لو حطيت نفسك في مقارنة، يعني مش هقول لك بين الأسوأ والبتاع، لو حطيت نفسك مقارنة بالمثالين دول اللي موجودين، يعني احنا في وضع افضل كثيرا جدا فيما يتعلق سواء بمحاكمه الرئيس الاسبق محمد حسني مبارك او محاكمه الرئيس السابق محمد مرسي. لا يعني في ضمانات محاكمه عادله بتتم، في شفافيه موجوده، يعني انت حضرتك اللي بتعمليه دلوقتي في اذاعه اجراءات المحاكمه ما كانش بيتم قبل كده، وده جزء من على فكره برضه جزء من تاثير على الراي العام، وجزء من ايضا بيؤثر في القاضي اللي جالس، يعني عنده بيت وعنده أولاد وممكن صحيح. يسمع وهو بشر صحيح. وبالتالي فمسألة التصريحات اللي بيدلوها يعني بيدلو بيها رئيس المحكمة بين حين وآخر، وده جزء بيمثل الضغط النفسي على القاضي. ده القاضي لأنه عارف الرشيد المستشار رشيد بيقول إن أنا لا أنام، ده تصريح لا 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 النهاردة. هو ده على فكرة يعني جزء موجود في علاقة القضاء بالإعلام في مبادئ السلوك القضائي العالمي اللي اسمها مبادئ بلنجلور، وده مهم جدا ان احنا بعد كده نعرف ما هي علاقة الاعلام بالقاضي، وما هي علاقة القاضي بالاعلام، وما هي علاقة القاضي بالرأي العام، عشان بعد كده الناس تفهم ونبقى احنا فاهمين وما نقعش في المحظور يعني في الموضوع ده، لان ده مهم جدا ان احنا نفهم العلاقة دي. القاضي في تصريحاته سواء في تصريحاته الاولى في الجلسة الماضية وفي تصريحاته اللي هي تم تسريبها في المصري اليوم او في بعض الصحف المصرية، بيدلل ان هذا القاضي يخضع لضغوط من الراي العام لا طائل منها، وده جزء يعني جزء يعني انا يعني بعذره عليها كقاضي لان القاضي بشر صحيح، وبالتالي هو محتاج كل شويه على فكره القاضي من حقه ان يبرر ما يقوم به من اجراءات قانونيه للراي العام، يعني يبرر ما يقوم به من اجراءات حتى يطمئن الراي العام، وحتى ايضا القاضي يعني 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 ياخذ احتياطه من رد فعل الراي العام على قضائه سواء بالإدانة او بالبراءة. باشمهندس حسام، اعاده محاكمه مبارك والنطق بالحكم اليوم من الناحيه السياسيه كيف يمكن ان تكون تداعيات؟ لا طبعا لها تداعيات،
يعني طبعا احترامي للكلام الجميل القانوني اللي انا يعني ماليش دعوه بيه او يعني افهم قصور فيه انما كسياسي اقدر اقول ان المجتمع مقسوم في عاطفته بس، يعني العاطفه اللي بتحكم فيه، والذاكره عندنا الحقيقه كمصريين عامله زي ذاكره السمكه، يعني يعني تتعجبي ان بعد شهر الدنيا اتغيرت خالص، مش ده اللي كان بيقول كذا وده كان مقتنع، يعني الدنيا بتتغير بسرعه ايا كان. بس على فكره ده طبيعه الراي العام في اي مجتمع، يعني احد سماته مساله ان هو متغير يعني تماما، بس عندنا العاطفه بتغلب اكتر كتير عن العالم، يعني وضع طبيعي، وبالتالي تشكيل الرأي العام بيتغير ممكن أقول 180 درجة، ممكن في شهرين ممكن في ثلاثة، ما بيبقاش 20 درجة و 30 درجة، لا بيبقى التغيرات كبيرة. ما ننساش أن القضايا، في قضية النهاردة طبعا كبيرة اللي هو قضايا القتل أو دم المتظاهرين اللي كانوا موجودين، وفي قضايا تانية اللي كان حسني مبارك خد فيها ممكن ناس كتير ما تعرفش، واخد 3 سنين وولاده واخدين 4 سنين. ننتقل مع حضراتكم على الهواء الآن. دخل المستشار محمود كامل الرشيدي وأعضاء المحكمة إلى قاعة المحكمة. تفضل. باسم قاضي القضاء الحق العدل الذي لن يقضى في ملكي إلا بأمري ثم باسم الشعب نبدأ الجلسة بإثبات حضور المتهمين: محمد حسني السيد مبارك، حسين كمال الدين إبراهيم سالم اثبته غائب، علاء محمد حسني السيد مبارك، جمال محمد حسني السيد مبارك، حبيب إبراهيم حبيب العدلي، أحمد محمد رمزي عبد الرشيد، حسن عبد الرحمن عدلي مصطفى عبد الرحمن فايد، حسن محمد عبد الرحمن يوسف، إسماعيل محمد عبد الجواد الشاعر، أسامة يوسف إسماعيل المراسي، عمر عبد العزيز فرماوي عفيفي. أثبت الحضور. في أول جلسة كانت في 11/5/2013 ذكرت نفسي بحديث سيدنا رسول الله: أعمار أمتي ما بين 60 و70، وقلت وقتها أنا عندي 62 سنة قضيت منهم 40 سنة في القضاء وأنا على مشارف القبر، اليوم أعيد التذكير لنفسي وأقول أني عبرت 63 وأرى مرقدي في لحدي ولحظة حسابي، وقم يا عبد الله ماذا صنعت في الدنيا بصفة عامة، وماذا قضيت في القضاء بصفة خاصة، ونصب عيني حديث الرسول: من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين. ولأننا في معية الحبيب لا يمكن أننا أغفل عن حديثه الشريف: من لا يشكر الله من لا يشكر الناس. فحقا وصدقا من قلبي أتوجه من كل أعماق فؤادي إلى زميلي صاحب المقام الرفيع المستشار الجليل إسماعيل بيك عوض، ولزميلي صاحب المقام الرفيع المستشار الجليل وجدي بيك عبد المنعم بكريم شكري على تحملهم وصبرهم وجلدهم ومعاونتهم لي
خلال مراحل نظر القضية إلى أن نصل لهذه اللحظة. فجزاهم الله خيرا عني وعن رسالة القضاء. ولأن الشكر موصول والتقدير محمول، لا يمكن أن أنسى النيابة العامة بقامتها وشبابها، هم حقا عملوا في هذه القضية في ظروف أقل ما توصف بأنها كانت في غاية الصعوبة، وأخص زملائي الذين شرفت بأنهم كانوا معي منذ بدء إعادة المحاكمة حتى هذه اللحظة، وأثمن دور معالي المستشار صاحب المقام الرفيع والجليل وائل بيه حسين محامي عام أول شمال القاهرة، وليأذن لي بأن يتقبل مني وثيقة الثناء. اجلس القاضي، اجلسوا، شاكر شاكر فضلكم، ممتن ليكم، تفضلوا. وكذا صاحب المقام الرفيع المستشار الجليل محمد بك إبراهيم محامي عام مكتب الفني لمعالي المستشار الجليل صاحب المقام الرفيع النائب العام، وليتفضل مشكورا بأن يقبل مني وثيقة السراء. وأيضا صاحب المقام الرفيع المستشار الجليل تامر بيك فاروق رئيس نيابة الأموال العامة العليا، وليأذن لي بتفضل بالقبول وثيقة الثناء. رفع الله قدركم وعظم أجركم. الحكم لابد أن يكون له مقدمات ويترتب عليها نتائج، وبهما يتشكل الحكم. لم أأتي لإعطاء درس، فحاشا وكلا، الشعب ومن يسمعني والمعي في القاعة أعلم أنهم أكثر علما، ولكن من باب ربط الأحداث والتذكير بالمقدمات أقول أن المحكمة نظرت هذه الأوراق بموجب أمري إحالة وقائمتي أدلة ثبوت. الأمر الأول كان يحمل رقم الجناية 1227 لسنة 2011 قصر النيل، وده النيابة العامة أصدرته يوم 23/3/2011، وبعدها بستين يوم النيابة أصدرت أمر الإحالة الثاني، وكان يحمل رقم 3642 لسنة 2011 جنايات قصر النيل. كلا الأمرين تضمنوا 7 اتهامات، كل اتهام منهم يوصف على أنه جناية، ومع ال7 اتهامات كانت هناك جنحتان. في الجناية الأولى النيابة العامة أسندت، معلش أنا هتكلم بإيجاز عشان ما نضيعش الوقت، أسندت إلى المتهمين حبيب العدلي وأحمد رمزي المسؤول عن الأمن المركزي وعدلي فايد المسؤول عن مديريات الأمن فيما عدا مديرية أمن القاهرة، وهقول دلوقتي ليه مش مسؤول عنها، وعن حسن عبد الرحمن المسؤول عن جهاز أمن الدولة، إنهم اشتركوا بطريقي التحريض والمساعدة على القتل العمد بعصابة الإصرار المقترن. برضو أنا بحاول أجزي الكلام، مش هخش في التفاصيل، بأنهم يتصدوا للمتظاهرين في الميادين العامة بالقوة، يقتلوا البعض فينفض الباقين. ده كان الاتهام الأول من الاتهامين. الاتهام الثاني كان لإسماعيل الشاعر منفردا، وليه منفردا؟ لأنه كان أقدم
من عدلي فايد، فكان يتلقى التعليمات من حبيب العدلي مباشرة. كانت نفس التهمة، الاشتراك بطريقي التحريض والمساعدة. النيابة حددت فترة زمنية بدأتها من يوم 25/1 حتى 31/1/2011. ليه 31؟ لأنه في يوم 31 استبدل حبيب العدل كوزيرا للداخلية بوزير آخر. والنيابة حددت برضو النطاق المكاني لهذا الاتهام وحصرته في 10 محافظات وفقا ما ورده بأمر الإحالة: القاهرة، السويس، الأسكندرية، البحيرة، الغربية، القليوبية، الدقهلية، الشرقية، دمياط، بني سويف. دول اللي كانوا الاتهامين الأولانيين. ألحق بالاتهامين جنحة من الجنحتين اللي أنا قلت عليهم، كانت مسماها الخطأ الجسيم. تحدد في أمر الإحالة بصور معينة تخصصت له الفترة ذاتها بتاعة الاتهامين، ولكن بدل ما يبقى 10 محافظات كان 12 محافظة، أضيفت محافظة الجيزة ومحافظة 6 أكتوبر. وكان المتهمين في الجنحة هم حبيب العدلي، عدلي فايد، حسن عبد الرحمن، إسماعيل الشاعر، أسامة المراسي، عمر فرماوي. أما الجناية الثانية فقطعا هتحمل الخمس اتهامات الباقيين من 7 الأولانيين. الخمس اتهامات كانوا موصفين على أنهم جنايات، وفي نفس الوقت تواجدت الجنحة المتبقية من الجنحتين. الخمس اتهامات لو حبينا نقسمهم كأجزاء، كان منهم اتهامين نقول عليهم كجزء واحد، اللي هو الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة بين حسني مبارك ووزير بترول وسامح فهمي على إسناد بيع وتصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل لشركة حسين سالم ليربحه بدون وجه حق. ده كان اتهام. كان يعقبه اتهام آخر وهو الإضرار العمدي بالمال العام. الاتهام ده أسند لحسني مبارك منفردا، وحمل الفترة الزمنية من سنة 2000 ل2010 واقتصر على محافظة القاهرة. دول 2 من 5. بقي 3. كان منهم 2 عبارة عن ان حسين سالم قدم عطية لحسني مبارك عبارة عن 5 فيلات. الخمس فيلات مقابل انه يستغل نفوذه في الحصول على اراضي في مواقع متميزة في مدينة شرم الشيخ. ده كان اتهام مسند لحسين سالم منفردا، ثم اسند لحسني مبارك انه استغل نفوذه مع علمه بالعطية وانه قبلها. والحق بالاتهامين الموصفين جناية اتهام الجنحة، وهي كانت لعلاء مبارك وجمال مبارك انهم قبلوا العطية مع علمهم بسببها. بقي من الخمس اتهامات الموصفين جنايات طبعا الاتهامين بتوع الفيلات دول كانوا عن الفترة من سنة 2000 لغاية 2010 لمحافظة القاهرة. بقي اتهام أخير اللي هو لحسني مبارك الاشتراك بطريق الاتفاق مع حبيب العدلي على نفس فكرة قتل المتظاهرين مع سبق الإصرار والترصد اللي هي موجودة في الاتهام في الجناية الأولى. أنا بعرض بإيجاز، ما بعرضش بالتفاصيل. أنا أعتقد أن أمر الإحالة تم تخطيطه بطريقة طيبة قبل كده. من المقدمات دي نقدر نقول الحكم هيبدأ إزاي أو مشروعه هيبدأ إزاي. أستأذن أستاذ صبحي ارفع ما تخافش، لا لفها. دي مسودة الحكم اللي بناء عليها حررت أصل الحكم. الأستاذ محمد تفضل. طبعا مش هنقدر نفك علشان الورق. هذا هو أصل الحكم. أستأذنكم، تعال هنا. أيوة. الحكم ده
ورد في 1430 صفحة. أكرر الرقم تاني، 1430 صفحة. كان يقينا لابد ان احنا نعمله فهرس في الاخر علشان اطراف الدعوة لمن يرغب في البحث او الوصول لنقاط معينة يستطيع، ولأي باحث او مدقق او حد يبغي الدراسة يقدر يوصل. علشان كده عملنا في اخره فهرس. طب الحكم ده بالكمية ده فيه ايه؟ على عجالة هقول برضو عشان الوقت ان احنا بدأناه يقينا بقائمة أدلة الثبوت في الجناية الأولى اللي هي 1227، دي كانت فيها قائمة أصلية ومجموعة قوائم تتابعت على التوالي، كلهم اتحصروا في الحكم، ومن خلالهم أستطيع أن أنا أقول جزما ويقينا دلوقتي كم عدد القتلى والمصابين من واقع الملفات التي لدينا في القضية. وعلشان نوضح عدد القتلى والمصابين، المحكمة أفرضت في نهاية الحكم 12 جدول، 6 للمتوفين و6 للمصابين. أوضحت، هنمسك الستة الأولانيين بتوع القتلى، أوضحنا في الستة الأولانيين كم عدد القتلى في الـ10 محافظات اللي أنا لسه قايلهم. عدد القتلى في الـ10 محافظات 238 متوفي. وللأمانة هناك متوفي آخر في محافظة شمال سيناء ولكنه لم يرد في أمر الإحالة، ومع ذلك المحكمة أدرجته. فيبقى إجمالي عدد المتوفين في الأوراق الجنائية المطروحة أمامنا 239. حددناهم يبقى كده هيجوا في الكشف الأول مش 10 محافظات، هيجوا 11 محافظة. ثم أعقبنا الكشف الأول بكشف أوضحنا فيه أسماء الأحداث، يعني إيه؟ القتلى الأطفال الموجودين في القضية. ثم أعقبناه بكشف أوضحنا فيه من أصيب ثم أودت الإصابة بحياته، وكانت بعد 31/1/2011، أي خارج النطاق الزمني للمحاكمة. أوضحناهم. ثم أوضحنا في الكشف الرابع أسماء المتوفين أمام الأقسام والبنايات الشرطية والممتلكات العامة على مستوى 10 محافظات. ثم أعقبناه بالكشف الخامس، أوضحنا فيه أسماء المتوفين اللي تعذر على أهليهم أو أسرهم أنهم يعرفوا مكان وفاته. ثم اختتمناه اللي هو الكشف السادس، أسماء المتوفين بالميادين العامة في 10 محافظات. وعلشان نوجز الكلام، كان الكشف الأخير عدد المتوفين في هذا النطاق 36. ثم ابتدأنا من الكشف السابع لغاية الكشف الـ12 بنفس المنهج ونفس الفكر. تم إعداد الكشوف من السابع للـ12 للمصابين. كان عدد المصابين في 10 محافظات، لأن هنا ما عندناش الحقيقة أي مصاب خارج 10 محافظات، كانوا 1588 مصاب. يقينا أوضحنا في الكشف السابع أسماءهم ومحافظاتهم، أعقبنا من هم منهم من الأحداث، من هم منهم خارج النطاق الزمني. ثم أوضحنا الذي إصابته لا يؤيدها تقرير طبي أو الطب الشرعي تحفظ على الإصابة سواء في تاريخها أو طبيعة الإصابة. ثم انتهينا إلى المصابين في الميادين العامة، وكانوا إجماليهم 502. بعد ان انتهينا من القايمه دي انتقلت المحكمه، انا بعرض مش طبعا مش بعرض صفحات، انا بحاول اعرض على عجاله برضو تقديرا للوقت. المحكمه عرضت بعد كده قائمه ادله الثبوت في الجنايه المتهم فيها حسني مبارك، برضو كان فيها مصابين ومتوفيين. عشان نقرب الصوره، هي مطابقه
لكل اللي أنا قلته ده شملت كافة أسماء المصابين والمتوفين الواردين في القائمة الأولى، فيما عدا 5 أسماء، 4 متوفين ومصاب. علشان ما نجهدش والكلام موجود في القضية، 5 خارج النطاق الزمني. يعني إيه؟ يعني بعد 31/1/2011. بعد كده المحكمة انتقلت في الأسباب إلى عرض شهادات التي سميت بالسرية أمام المحكمة بهيئة سابقة، ودي كانوا 13 شاهد. المحكمة سطرت أقوالهم من صفحة 949 لصفحة 953، ثم الشهادات السرية أمامي المحكمة الحالية. طبعا هو اللي بيتداول انهم 22 شاهد، لكن اللي مهمين او اللي يعني يعنوا المحكمه كانوا 19 شاهد، ودول المحكمه سطرتهم من الصفحه 1002 حتى الصفحه 1039. ثم انتقلت المحكمه للدراسه، ولان دي قضيه اشتراك القانون بيوجب على المحكمه انها تبحث في الفترة الاتهام وما قبلها وما بعدها. لهذا الكلام المحكمة اجرت سرد سميته السرد التاريخي. يعني ايه السرد التاريخي؟ يعني حددنا الفترة اللي قبل الاتهام عشان المحكمة تستطيع ان تستخلص منها او تستنبط او تستقرئ او تستقرئ منها جميل تستقرئ منها صحة الاتهام المنسوب للمتهمين من عدم. ده الفترة دي المحكمة حصلتها مش بالعلم العام، وإنما ما تواتر إليها من شهادات شهود ووثائق جرت في مجلس القضاء. يعني المحكمة، عايز أوضح نقطة صغيرة، المحكمة لا شأن لها بالسياسة، لكنها قواعد القانونية تلزمنا في باب الاشتراك ان احنا نقود في الفترة السابقة، نوضح فيها ايه اللي حصل عشان نستنبط ونستقر، بس مش بعلمنا احنا، بما حصلناه في مجلس القضاء في القاعة دي اللي حصلناه كتبناه، وراعينا ان احنا واحنا بنكتب نكتب بحصر لفظ الشاهد او الوثيقة التي طرحت على المحكمة. هذه الشهادات وردت في الحكم من صفحة 1142 حتى الصاد 1147. دي مقدمة. ثم طبعا المحكمة انتقلت بعد كده لبحث أسباب اللي كونت بيها عقيدتها. كيف انتهت المحكمة إلى قضائها اللي هقوله دلوقتي. يقينا عايز أقف بس مع الإعلام الوطني في بلادنا وما أكثره، وأقول إن بعد الحكم ب10 دقايق سيبدأ يطرح الكلام التحليل. أنا عارف إن ممنوع التعقيب على الأحكام والإعلام أكثر علما مني، لكن هنحلل ونشرح. أنا عايز أقول إن شعبنا بقى واعي جدا، هيسألنا كلنا، هو اللي بيحلل أو اللي بيعد أو اللي بيتحاور أو الضيف، أرى 160,000 ورقة. طيب بلاش، يا ترى أرى 1430 ورقة اللي كتبتهم المحكمة كأسباب؟ أعتقد أن الأمرين دول فيهم صعوبة قوي. نحن نطالب كمحكمة بشيء صعب شوية في الفترة الزمنية اللي بقية بعد ساعات هنبدأ نشرح ونسرد. علشان كده المحكمة أو أنا عن نفسي أجريت أمر لا يعد مخالف للقانون ولا خروج عن الأعراف القضائية ولا أدبيات القضاء، وأسميته تبيان ببعض المقتطفات اللي في الحكم تعين لمن يرغب في الكلام إلى حين أن يحصل على صورة رسمية من الحكم. طبعا الصورة الرسمية هتكون في خلال ساعات في نيابة وسط القاهرة لمن يرغب، ولكن أعتقد أنه وفقا للقانون للأطراف اللي في القضية.
عملنا تبيان كان انا عملته عشان ابقى مسؤول عنه، عملته في 280 صفحة، وده كان الحد الادنى الذي لا استطيع النزول عنه. يعين ابنائي في الاعلام، محررين الصحفيين، المعدين للبرامج التلفزيونية، المحاورين، الضيوف، انا اثق انهم هيحاولوا يقروا قبل ما يبدأوا الكلام. علشان كده برضو لتقريب المسافة عملنا هذه الفكرة على ذاكرات الكترونية اللي هم 280 ورقة، اعتقد انهم سهلين يعني، عملناهم على 10 ذاكرات الكترونية اللي انتم تسموها فلاشة، دي الاستاذ محمد، هيبقوا مع الاستاذ محمد عقب الحكم. اولاد الاعلاميين اللي بيحضروا معايا دايما عارفين طريقتي، ان بعد الحكم من خلال اجهزة المحمور انهم يبدأوا يحملوا وياخدوا، وانا اثق انهم في خلال ساعات هيبقى على مواقع التواصل ليعلم الشعب بما حكمت المحكمة. برضو لمن ليس لديه القدرة ان يبقى معاه النقل من خلال ذاكرة الكترونية، المحكمة اوجدت اقراص مدمجة مع الاستاذ صبحي عشان ما يبقاش الحمل على حد معين. برضو اوجدنا قرص مدمج للاستاذ المحامي الحاضر عن بعض المجني عليهم منذ بدء المحاكمة. معاك يا استاذ محمد، والاسم عشان ما حدش يقول انت بتعمل اعلان. ايضا تم ايجاد توفير ثلاث اقراص مدمجة للنيابة العامة من التبيان، سلموا. اما المتهمين حتى لا نضيع الوقت في التسليم، هيتم التسليم عقب الجلسة. هذا هو الامر اللي فاضل. بقيت كلمة لمن معي في الجلسة. معلوم عني من أول جلسة أن أنا أرفض المدح والذم. من اللحظة دي لغاية لما أقول رفعت الجلسة، من سيصدر صوتا أو تعبيرا أو إيماء، غضبا أو سرورا، فرحا أو ضجرا، بأوصفه في 42 سنة اللي أنا قضيتهم في القضاء بأنه إهانة للقضاء، وببدأ بعقوبة السنة ولا أتنازل. حواري لكل من معنا في القاعة، بعد ما أقول رفعت الجلسة افعل ما شئت في نطاق الحرية المسؤولة، قبل هذا مرفوض. والضباط اللي في القاعة عندهم تكليف واضح وظاهر، والكاميرات الداخلية بتشتغل، هيتم وقف الجلسة والضبط وإيقاف الشخص العمل مهما كان في القاعة، وسأوقع السنة ولن أتراجع عن قراري، وهذا معلوم عني. أأمل بما يعني بقوله ألا أطبقه، لكن إذا ما اقتضى الأمر هطبقه ولا أقبل أعذار. من اللحظة دي إشارة، إيماءة أيا كانت، محظورة. بعد تلاوة أمري الإحالة وبعد الاستماع إلى طلبات النيابة العامة وبعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا وبعد الاطلاع على المواد 15 فقرة 1 17 فقرة 1 18 30 من قانون العقوبات والمادتين 304 و 384 فقرة 1 من قانون الإجراءات الجنائية. أولا في الجناية رقم 1227 لسنة 2011 قصر النيل، وبشأن ما أسند من اتهام بالاشتراك في جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والمقترن بالقتل العمد والشروع فيه والمتهم فيها حبيب إبراهيم حبيب العدلي، أحمد محمد رمزي عبد الرشيد، عدلي مصطفى عبد الرحمن فايد، حسن محمد عبد الرحمن يوسف، إسماعيل محمد عبد الجواد الشاعر، براء، عودوا إلى مقاعدكم. المحكمة سطرت الأسباب، لن أتحدث
محكمة سطرت أسباب هذا هيظهر في التبيان في 190 صفحة. أقيم هذا القضاء على حجية الأحكام الصادرة من محاكم جنايات القاهرة من أساطين القضاء الجنائي في 9 محافظات بالقضاء بالبراءة لمرؤوسيهم. والمحكمة اختتمت هذا الجزء من الأسباب بالفقرة الآتية: المحكمة تذكر بما توترت عليه أحكامها من أن القضاء في الدعوى الجنائية بالبراءة للشك الذي تفسره لصالح المتهمين لا يدل بمجرده على كذب بمجمل الوقائع المبلغ عنها، ولا يمنع المحكمة المدنية من إعادة بحث عناصر المسؤولية المدنية باعتبار أن المحكمة الجنائية لم تفصل في الأساس المشترك بين الدعوتين الجنائية والمدنية. بقي في الجناية الأولى اتهام الجنحة، وهي التسبب بخطأ في إلحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح الجهة عملهم وغيرها. وفيها حكمت المحكمة حضوريا لحبيب إبراهيم حبيب العدلي عدلي مصطفى عبد الرحمن فايد حسن محمد عبد الرحمن يوسف إسماعيل محمد عبد الجواد الشاعر أسامة يوسف إسماعيل المراسي عمر عبد العزيز فرماوي عفيفي براء عودوا إلى مقاعدكم. المحكمة اختتمت الجناية 1227 بالفقرة الآتية: أنا أثق أن كل واحد في القاعة يتقدم عنده جواه كرامته، حيث أن محكمة الإعادة وقد اختتمت أسباب الحكم في الجناية رقم 1227 لسنة 2011 قصر النيل، وهي تنوء بحمل ثقيل من الحزن على من قتل أو شرع في قتله بالميادين العامة سواء من السائرين أو رجال الجيش أو الشرطة بالمحافظات المختلفة إبان الثورة الشعبية الأولى في 25 يناير 2011 دفاعا عن حقوق مشروعة للوطن، لتدق ناقوس الخطر لتلك المحنة والتي صارت معالجتها بالحمية مع الجهل نازلة تبعدنا عن رد المظالم لأصحابها في الدنيا قبل أن يضحي القصاص بالحسنات والسيئات. وإيمانا من المحكمة بأن المصلح لن يهلكه الله، فأنها تنتقل من حيز الكلام لصدق الأفعال لتحاول أن تنقي بماء السماء الطهور آثام أشرار الأرض، فتستدير هذه المحنة لمنحة ربانية، وهو ما لا يتصور إلا من خلال مناشدة السيد رئيس الجمهورية لتعظيم الدور الإيجابي للمجلس القومي لرعاية أسر الشهداء ومصاب الثورة ليفعل بقوة في المرحلة المقبلة، ليستظل برعايته كل من كان يعال مما قدموا أرواحهم وينعمون في الجنان، أو من المصابين خاصة لمن أقدق عليه المولى بنعمة الابتلاء ففقد منفعة عضو أو أكثر بجسمه، على أن يشمل ذلك شتى مناحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية والصحية والتعليمية بصورها المتعددة، فتهدأ أحوال المصريين وتطيب النفوس بعد الرضا بما قدره الرحمن. ننتقل للجناية رقم 3642 لسنة 2011 قصر النيل بشأن ما أسند لمحمد حسني السيد مبارك من اتهام بالاشتراك مع سامح فهمي وزير البترول الأسبق في إسناد بيع وتصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل وتربيح الغير والإضرار العام. حكمت المحكمة حضوريا
ببراءته مما نسب إليه. المحكمة برضو في هذا الشق سطرت أسبابها وانتهت في الجزء ده إلى فقرة أود أن أنا أقرأ. والمحكمة على ضوء ما كشف عنه تقرير اللجنة الخماسية المقدم لمحكمة الإعادة والتي اطمأنت إليه من أن شركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز EMG تعلق حسين كمال الدين إبراهيم سالم تنشغل ذمتها للهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية بمبلغ 174,825,612 دولارا أمريكيا بخلاف الفوائد الواجبة اعتبارا من تاريخ استحقاقها وحتى تمام السداد، والتي تمثل المتبقي من ثمن إجمالي الكميات التي تم تدفعها من الغاز الطبيعي المصري للشركة خلال الفترة من يناير 2008 حتى إبريل 2012. والمحكمة لا تثق في أن السيد المهندس رئيس مجلس الوزراء ومن خلال انتهاك آليات فعالة ومتابعة حازمة سيلزم تلك الشركة بالوفاء بتلك المديونية بفوائدها على وجه السرعة لعلها تعين قطاع البترول في مواجهة الأعباء المثقل بها كاهله. بشأن التهمة، تهم تقديم حسين سالم 5 فيلات كعطية لحسني مبارك ونجليه وقبولها، فقد حكمت المحكمة غيابيا لحسين كمال الدين إبراهيم سالم وحضوري لمحمد حسني السيد مبارك وعلاء محمد حسني السيد مبارك وجمال محمد حسني السيد مبارك بانقضاء الدعوة الجنائية بمضي المدة لتلك التهم. عودوا إلى مقاعدكم. المحكمة اختتمت هذا الشق من الأسباب أيضا بفقرة، يعني أرغب أن أنا أقرأها. المحكمة تود أن تشير في ختام أسباب هذا الشق من الاتهامات الواردة في أمر الإحالة الدعوة الجنائية رقم 3642 لسنة 2011 قصر النيل إلى أنه يجب على القاضي النافذ البصيرة أن يطوع نصوص القانون لمعنى العدالة في قضايا، فإذا عصت ولم تطاوعه حكم بمقتضى النص. ونبه إلى ما فيه من ظلم ليكون ذلك سبيلا لإصلاح القانون، وليبرئ ذمته أمام الله، وليحمل جريرة الضيم من سنه، وسدا لثغرات الجار الموظف العام بأعمال وظيفته أو استغلال نفوذه ثم الاحتماء بالمادة المسقطة للدعوة الجنائية، فإن محكمة الإعادة تهيب بالمشرع الجنائي وفي نطاق النهضة التشريعية المقبلة عليها البلاد ضرورة التعجيل بتعديل تشريعي للفقرة الأخيرة من المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية بإضافة الباب الثالث متقدما للباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات لتبسط العدالة سلطانها على كافة صور الرشوة للموظف العام أو المتاجر بنفوذ حقيقي أو مزعوم. بقي الاتهام الأخير وهو لاشتراك في بالاتفاق في جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والمقترن بالعمد في الجناية دي. حكمت المحكمة حضوريا لمحمد حسني محمد حسني السيد مبارك بعدم جواز نظر الدعوة الجنائية المقامة قبل محمد حسني السيد مبارك يوم 24/5/2011 في هذا المقام لسبق صدور أمر ضمني بألا وجه لإقامة الدعوة الجنائية قبله من النيابة العامة يوم 23/3/2011 في الجناية رقم 1227 لسنة 2011 قصر النيل مع مصادرة كافة المضبوطات في الجنايتين. المحكمة اختتمت الأسباب
بفقرة أود أن أنا أقرأها. المحكمة تسطر ختاما تعقيبا على هذا الاتهام لرئيس الجمهورية الأسبق محمد حسني السيد مبارك أنه رغم ما جلى للمحكمة من نقاء المطالب المشروعة للمتظاهرين من الشعب المصري فجر الثورة الشعبية الأولى في 25 يناير 2011 والتي نادت بالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية لما اعترى النظام الحاكم من وهن في سنواته الأخيرة ومسالب كبطء القرار وفسق فرع منه وتهيأ للاستحواذ على مقاليد الحكم وقرب الأتباع ونضب ضخ دماء جديدة على مقاعد صارت حكرا لقيادات تناست دوران عجلة قانون الحياة دوما للأمام وتصرمت عزيمتهم للاستحداث وغض الطرف عن الموروثات الشرطية التي جفلت الفكر الأمن الخلاق وتقاتل على ثروات مصر زمرة من المنتفعين وأصحاب المصالح والمتسلقين مع تزييف الإرادة الشعبية واندثار التعليم وإهدار الصحة وتجريف العقول المستشرقة للغد إلا أنه ما كان يتناسب الولوج لمحاكمة جنائية لرئيس الجمهورية الأسبق عملا بكود قانون العقوبات واستبدال الأفعال الخاطئة في نطاق المسؤولية السياسية بالجرائم المشار إليها في منطق الاتهام أما وقد اجتاز الوطن بمشيئة مالك الملك الحالة الثورية وترسخت المشروعية الدستورية بعد الثورة الشعبية الثانية في 30 يونيو 2013 ومهما كان الرأي أو الحكم على الفترة التي تسنم فيها حكم البلاد إذ قاربت 36 عام ما بين نائب لرئيس الجمهورية ثم رئيسا للجمهورية فأصاب ولم يستوصب مثل أي سعي لبشر فالحكم له أو عليه بعد أن انسلخ منه العمر سيكون للتاريخ وبالأحرى لقاضي القضاء الحق العدل الذي سيسأله كحاكم عن رعيته. بقيت كلمة أقولها وأنا أغادر المنصة من باب رد الفضل للوطن الذي تربيت فيه عن نفسي. رفعة بلادنا لن تكون إلا ببعث مكارم الأخلاق وإتقان العمل الدؤوب والإعراض عن اللغو. إن كان مما قلته طوال الجلسة من نقص فنحن بشر وإن كان في تمام فمن رب البشر. أستودع أرض الكنانة وشعبها عند من لا تضيع عنده الودائع ورفعت الجلسة.
ستظل القاعدة الثابتة لا تعليق على أحكام القضاء، ونحن نستمع إلى المستشار محمود كامل الرشيدي في هذه القضية. وفي سرده في البداية كان يتحدث عن معلومات، وربما هذه هي المرة الأولى التي يستمع عدد كبير منا فيها إلى معلومات تتعلق بالأعداد الحقيقية للضحايا الذين سقطوا في أحداث ثورة 25 يناير، ثم جاء بعد ذلك تلاوته للأحكام. الأحكام كانت البراءة في القضايا الخاصة بحبيب العدلي وستة من مساعديه. حكم المستشار أحمد رفعت في المحاكمة الأولى في 2 يونيو 2012 كان المؤبد لحبيب العدلي ومبارك وبراءة مساعديه، ليأتي حكم المستشار الرشيدي براءة حبيب العدلي بالإضافة إلى تأييد الحكم الخاص بالبراءة في المحاكمة الأولى. ثم أيضا الحكم الخاص بمبارك لم ينطق لفظ البراءة، ولكنه تحدث عن يعني عدم جدوى رفع جواز عدم جواز في بعض الاتهامات، عدم جواز نظر الدعوة بالنسبة للاتهام الخاص بالاشتراك في القتل أو المساعدة أو التحريض عليه. ممكن تفهمنا عدم جواز حضرتك؟ عدم جواز نظر الدعوة لأن كان هو أشار أن في يوم 23/3 كان صدر أمر إحالة على ذات الوقائع بالنسبة لمحمد حسن مبارك، لم يتضمن هذا الاتهام، لم يتضمن هذا الاتهام قتل المتظاهرين. بعد 23/5 أضافوا إليه هذا، عملوا أمر إحالة مستقل على ذات الوقائع، يعني ذات الوقائع اللي تم تحقيقها اللي هي بيتضمنها أمر إحالة بتاع 23/3. لا مجوز، لأن أنا لو قدمت في تحقيقات يقال عنها تحقيقات قضائية بشأن وقائع محددة ولم يتضمني أمر الإحالة الخاص بها، هذا بمثابة أمر بألا وجه لإقامة الدعوة الجنائية ضدي. شأنه شأن أي حكم بيقضي بالبراءة، له حجية، يعني بيحوز الحجية. ما يجوز للنيابة أنها تحرك الدعوة بعد 60 يوم زي ما هو 23/5، يعني ده نوع من أنواع الارتباك الشديد جدا اللي كان في المرحلة دي. تحولني باتهام عن ذات وقائع كان بتضمنها أمر إحالة آخر، فمن هنا يعني انبسطتها، عملوا مجموعة من التهم أحالوا بها مبارك لم يكن فيها تهمة قتل المتظاهرين. بعد كده في شهر 5 رغم عن أنهم حققوا معاه بعد كده في شهر 5 تحقيقات قضائية معاه في وبعد كده، لكن أمر الإحالة ما كانش فيه، الأولاني ما كانش فيه الأولاني ما كانش فيه، وبالتالي من الناحية القانونية لا يجوز. أيوه ما فيش حاجة النهاردة اللي هي موجود، لأن أنا ممكن أصدر أمر إحالة إمتى جديد؟ لو إن في وقائع جديدة تتعلق بحدث معين أو معلومات جديدة أعمل أمر إحالة تكميلي، إنما عن ذات الوقائع اللي أنا أحلت بيها الناس تانيين يوم 23/3 لا، ده معروف. لا فهمني حضرتك، يعني هما في تهم وأنا أحالوا بها مبارك في المرة الأولى لم يكن منها قتل المتظاهرين، لم يكن منها قتل المتظاهرين، هل لم يكن من حق النيابة أن القضية دي اتحققت يوم 23/3؟ ما اللي تم الإحالة فيها كانت تم إحالة بالنسبة لحبيب العدل وبالنسبة للمساعدين، وتم التحقيق فيها مع جمال مبارك مع حسن مبارك، تحقيق قضائية يوم 23/3 صدر أمر الإحالة لم يكن يتضمن محمد حسن مبارك. بعد كده راحوا جايين عاملين أمر إحالة مستقل لمحمد حسن مبارك وفيل عن ذات الوقائع. ما ينفعش، كان من الأول خالص كان لازم تدخلهم، يعني لازم تدخلوا في الاتهام، يعني لازم تدخلوا في الاتهام بتاع اللي انت اصدرت بيه امر احاله يوم 23/3. يعني هي مساله يعني لو في متهمين تم التحقيق معاهم يعني، وبعدين اكتشفنا ان في متهم جديد، لو احنا ما حطناش المتهم ده من الاول ما ينفعش بعد كده لا لا لا، يعني لو اتحقق مع المتهم ده في نفس الوقائع وذات الوقائع، نفترض ان حد قدم بلاغ ضد عبد الله خليل وضد سيم اخر من الناس، اتحقق معانا في هذا البلاغ تحقيقات قضائيه نسب الينا اتهامات معينه موجوده، راحت النيابة محولة سين ده للمحاكمة عن ذات الوقائع واستبعدت عبد الله غريم للاتهام، استبعدتني ما نزلتنيش هنا انا، ده اسمه امر بقى لوجه لإقامة الدعوة طالما تم، اسمه امر بقى لوجه، يعني النيابة برأيتني مش حافظت التحقيق، برأيتني ده استبعدتني من استبعدتني ما يجوز بقى تاني ترجع تاني بعد 3 اقول يعني نسيت، يعني نسيت احولها، يعني نسيت ولا وجدت أدلة جديدة؟ لا ما هو ده بقى، لو في أدلة جديدة كانت المسألة اختلفت، لو في أدلة تكميلية جديدة كانت المسألة اختلفت، يعني كانت المسألة يعني ما كانش في أدلة جديدة على ما يبدو أن لم تكن هناك أي دلائل جديدة
خلاف الدلائل اللي كانت موجودة في أمر الإحالة وتضمنها أمر الإحالة في 23. ده مقال المستشار الرشيدي. طيب هنروح سريعا للزميل يعني محمد سماحة من أمام مقر المحاكمة في أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس لنعرف معا ردود الأفعال على الحكم. محمد. أستاذة رشا، هناك غضب شديد يسيطر على أهالي الشهداء عقب نطق المستشار محمود كامل الرشيدي القاضي في قضية قتل المتظاهرين بحكمه ببراءة حبيب العدلي وستة من مساعديه. بدأت حالات الغضب والهياج من قبل أهالي الشهداء عقب نطقه بالحكم على حبيب العدلي بالبراءة، ودخلوا في نوبات من البكاء وحالات إغماء لعدد منهم، بينما على الجانب الآخر هناك سعادة غامرة تسيطر على مؤيدي الرئيس الأسبق حسني مبارك، ويقيمون الاحتفالات احتفالا بهذا الحكم. وبالنسبة لقوات الشرطة تقف على الحياد، حيث تقف الآن قوات الشرطة بين المؤيدين والمعارضين تحسبا لأي اشتباكات بينهم. بعد النطق بحكم مبارك كيف كانت ردود الأفعال؟ يعني أنت بتكلمني عن النطق بحكم حبيب العدلي، ماذا عن حكم مبارك؟ لم يسمعوا النطق بحكم مبارك، هو كل ما سمعوه هو النطق بحكم حبيب العدلي، ومن بعدها مباشرة بدأوا في حالات البكاء والهياج والهتافات ضد هذا الحكم، لكنهم لم يسمعوا. هل أنصار مبارك ما زالوا موجودين في محيط أكاديمية الشرطة حتى الآن؟ نعم، ما زالوا متواجدون وقمين الاحتفالات بعد هذا الحكم، وقوات الشرطة تقف بين المؤيدين والمعارضين تحسبا لأي اشتباكات بينهم، ولكن أنصار مبارك ما زالوا متواجدون في المكان. موقف ربما يعني إذا لم يتم إحكام السيطرة عليه ما بين مشاعر انهيار وحزن ومشاعر احتفال وبينهم كردون أمني أو تعزيزات أمنية، موقف ربما يكون صعب. سنتابعه مع محمد سماحة من أمام مقر الأكاديمية في التجمع الخامس. اللحظات القادمة ربما تكون لحظات صعبة على الجميع، وبالتالي سيكون هناك دور لأجهزة الأمن في التعامل مع هذه الأحكام. هل كانت الأحكام صادمة؟ يعني كان السيناريو من الأمس بيتقال إن في توجهات بحكاية البراءة وتوجهات بحاجة تانية. في حاجات صادمة، وسؤال حضرتك كنت بتسألي على الأهالي اللي واقفين، طب عملوا إيه على حسني مبارك؟ أنا على ما أعتقد كان الناس مستنية على حبيب العدلي أكتر من حسني مبارك. يعني بمعنى أصح، في الآخر الحكم حكمه، والقاضي أدرى طبعا بالورق وبالمقدمة اللي قالها ولا تعليق على الحكم. أنا بتكلم على نفسية الأهالي نفسهم، اللي أولادهم ماتوا ولا التبيان ممكن نعلق عليه؟ تبيان الهجوم. يعني إنما في الأول والآخر الأهالي دي ولادها ماتت، اتقتلت حتى الآن. يعني أنا برضو أبقى متفهم جدا أهالي الشهداء وهم واقفين ومنهارين، والحقيقة ما بتفهمش خالص إن أيا كان من يتعاطف مع حسني مبارك حقه وحر، بس إنه يروح هناك ويهلل وكده، دي الحقيقة من الأول خالص أنا مش مستعب، لأن في الأول والآخر حتى لو ما كانش هو خد براءة خلاص، فعلى الأقل يبقى في مراعاة شعور لأهالي ناس ولادها ضاعت ومش عارفين مين اللي قتلها. يعني هنمشي على هذا الاتجاه، لأن اللي كان مفروض قتلهم خد براءة. أنا بتكلم جميع الأجهزة مش واحد، ده جميع الأجهزة. فكان بس يبقى في حتى احترام لمشاعر أسر ولادها اتقتلت، مين اللي قتلهم؟ هيدوروا بقى على مين اللي قتلهم، ما عنديش فكرة هيعرفوا ازاي. بس من الناحية القانونية القاضي نفسه وهو يحكم في هذه القضية وفقا لحكمه هذا هو لا يعلم من قتله. لم يكن لديه أي أدلة من الناحية العامة. اتقدم له ناس بيقولوا دول اللي قتلوا، فهو على الورق وعلى المستندات قال إن مش دول اللي قتلوا، إنما مين اللي قتل. افتكر كان في عباره المستشار احمد رفعت في المحاكمه الاولى ان ليست هناك ادله على ان هؤلاء قتلوا برصاص هؤلاء. يعني كانت هذه جمله واضحه. هو هقول لحضرتك حاجه برضو، حتى مع الاعداد اللي السيد القاضي قالها اللي هو 238 239، انا حتى ما منهم 36 في الميادين بالظبط. انا ما كنتش مركز الحقيقه، يعني اللي اتقتل قدام الاسم وهو بيقتحم اسم او سجن، انا بتكلم على العموم من جوايا الحقيقه
مش مركز، انا مركز هل في واحد اتقتل في الميادين او اتنين او تلاتة، طلعوا 39 ولا 36 يعني في ناس ماتت، ما كانش بيهاجم اسم، ما كانش بيهاجم سجن، ما كانش رايح لمنشأة، هو قال ولا منشأة حكومية ولا منشأة الدولة، الناس كانت بتتظاهر، كانت بتتظاهر لان احنا كنا مخنوقين، احنا اتخنقنا يعني. انا بستغرب من حاجة كمان، مش الحكم، الحكم خلاص، انما حتى الناس دي مفروض تتحكم بحاجات تانية خالص. يعني وزير الداخلية والستة مساعدين وبتاع امن الدولة، ما هو دلوقتي طلع لنا ان الاخوان وانا امشي على حاجة وحماس ماشي، هم اللي دخلوا وطلعوا من السجون، وانا على فكرة مقتنع بكلام كتير كده. وما انتوا كنتوا فين؟ كنتوا فين امنيا؟ سبته يحصل في البلد ده ليه؟ مع وزير داخلية، مع بتاع امن الدولة، مع ستة المساعدين، انتوا كنتوا فين؟ ما هي دي التهمة اللي المستشار احمد رفعت في المحاكمة الاولى، القتل بالامتناع، ان هو لم يحمي هؤلاء. لا انا بتكلم حتى حضرتك على المعلومات، يعني ما كانش، يعني الناس دي كانت قاعدة ما عندهاش معلومة خالص، كل اجهزة مصر ان فيها حاجه هتيجي من حماس، وان ما في، انا مش عارف يعني، انا مش خبيره في القانون، هذا قصور في اداء مهمه ولا يرتبط بفكره الجنايه اللي هي الولايه. ده ما هو ده صح، انا بتكلم على السياسه يعني. برضه مهم قوي ان احنا نشوف مسار العداله في مصر من 25 يناير، مش عايز اقول لغايه النهارده او في المرحله اللي تناولها الحكم، مسار العداله في انا اسف يا استاذ عبد الله، بس ينتبه يا جماعه معلش نجيب صوره من اكاديميه الشرطه، لان في موقف يعني قد ينزل ببعض العواقب. يعني احنا بنتكلم عن مشاعر حزن شديد ومشاعر احتفالات وتعزيزات امنيه للفصل بين الاثنين وفقا لمراسل دريم. ارجو ان يبقى عندنا صوره من امام اكاديميه الشرطه لمتابعه الموقف. اتفضل. فمهم قوي ان احنا نشوف، يعني هو الفتره اللي تناولها الحكم من 25 لغايه 31، لكن في احداث وقعت بعد 31 لغايه 16/1 رصدتها لجنه تقصي الحقائق الاولى اللي كان شكلها الفريق احمد شفيق. يعني الرقم بيتجاوز حوالي 831 واحد، يعني مش الرقم اللي هو 300 وكذا، لكن ده كان بياخد حقبه لغايه 16 فبراير يعني. لكن في النهايه احنا في الفتره اللي كانت موجوده دي جهات التحقيق كان في لغايه 23/3 اللي هي امر الاحاله، كان في جهات تحقيق بتعمل بانتظام شديد جدا على جمع الادله وجهات تقصي ومحاوله اجراء التحريات وتقديم الادله وتقديم المتسببين، ما كانش فيه. الامر الاخر، الامر كان بيتعلق بان الطرف المنسوب اليه الاتهام هي جهات التقصي نفسها، جهات التقصي اللي هي جمع الاستدلالات المفروض تقدم الادله، كمان هي المنسوب اليها هذا الاتهام. عندنا في الفترة دي مفروض ان احنا يعني كمجتمعات موجودة وزي المجتمعات اللي مرت قبل كده، كان لازم يبقى عندنا مجتمع مدني ما بيضربش وبيتشوه وبيعمل الكلام ده، او مجتمع قادر على ان هو يشكل روابط دفاع عن الضحايا، ما كانش موجود. يعني انا يعني للاسف انا ممكن جزء مهم جدا ده انعكس ان احنا بنقول عليه عدم تكافؤ الاسلحة في هذه المعركة بين المتهمين وبين الضحايا. المتهمين كان معاهم دواليب من المدافعين المهرة المهنيين، الضحايا لم يكن لديهم هذه الدواليب ولم تكن لديهم إمكانيات بأنهم يبحثوا ويتقصوا ويجمعوا الأدلة اللي يقدموها للنيابة العامة. تعرف التحقيقات دي ممكن سمعوا فيها حوالي 2261 شاهد، وكانت بتتم بطريقة عشوائية، وكان بعض أعضاء النيابة بيضطر يجمع فيديوهات موجودة من على الانترنت عشان يقدمها كأدلة في هذه الدعوة، وهذا الأمر ثابت تماما يعني من تحركات النيابة. فما كانش فيه في الفترة دي حد بيفهم يعني ايه دليل أقدمه للقاضي. في فرق بين حاجة من الاثنين، الدليل الإعلامي أو اللي أنا ممكن أوله إعلاميا ممكن لا يصلح أن يكون دليلا قضائيا لإدانة شخص. يعني لما تجيبيني مظاهرة فيها عدد من الأشخاص وتقولي لي دول الشرطة، طب أنا عايز أعرف مين في الشرطة دول، هل دول شرطة ولا مش شرطة اللي هم موجودين، مين هذا الشخص؟ حاجة بتكلمنا عن الصعوبات الفنية اللي كانت شيوع. في حاجة تانية أخرى في الدواليب اللي ما تحركتش، يعني أنا مثلا شايف أنه هو حكم بالبراءة استنادا لحجية الأحكام التي صدرت على ضباط الشرطة في الأقسام في 9 محافظات. حجية الأحكام اللي كانت موجودة، أنا عندي 172 ضابط قدموا للمحاكمة
خد براءتهم، يعني جزء منهم خد ايقاف تنفيذ لانه كان في حاله دفاع شرعي. هو استند هنا قال دول خدوا براءه في 9 محافظات، يبقى بالتالي مش هقدر احكم الرئيس. ده المرؤوس خد براءه، ده المرؤوس خد براءه في القضايا دي، فاصبح النهارده عنده حكم حائز الحجيه. ما حدش انتبه للكلام ده، لان كان مفروض ان يبقى في رابط دفاع موجوده تركز على هذه القضايا اللي كانت موجوده. بس لما عدنا نسمع الحكم بتاع الرئيس الاسبق مبارك لم يكن هناك حديث، يعني تم النظر الى الناحيه الخاصه بالاجراءات القانونيه. ما هو حضرتك هو ايه يعني حتى لم ينطق لفظ البراءه بالمناسبه. لا يعني لا هو ما هو عدم هنا في جزء بالنسبه للقضاء، يعني عدم جواز الدعوه اصلا، الاستناد لحجيه الاحكام اللي صدرت بالنسبه لضباط الشرطه امام الاقسام، وده جزء يعني ما تصداش، لان حجيه الحكم تمنع القاضي، الامر بقى لوجه اقامه الدعوه كده تمنع القاضي من اعاده النظر في ذات الوقائع. فما تدخلش في موضوعها، لا ده قطعت ما دام المرؤوسين خدوا براءه يبقى الرؤساء ياخدوا براءه. وهنا بقى بنتكلم بقى في حاجه هو يعني انا كنت اتمنى انه اتكلم فيها. احنا عندنا هنا في حاجه في المراحل الانتقاليه دي اسمها جرائم النظام. جرائم النظام دي اللي هي بتحدد مسؤوليه مصدري الاوامر ومشرفين على القوات. احنا عندنا هنا جرائم زي ما هو كده اللي هي الضاغطين على الزناد، اللي في الميدان وضغط على الزناد هو المسؤول، رغم ان في مسؤوليه. ما هم دول السته المساعدين اللي خدوا أيوة براءه. ايوه ماشي، ما عندناش الجريمه دي اللي هي بتحدد بشكل افتراضي موجود مسؤوليه الرؤساء والمشرفين على الطريقه اللي هيصدر بيها الامر. هل مثلا واحد هيكتب في ورقه اي مكان؟ لا ما هو لا هو ده المشكله بقى، عشان اعالج المشكله. لان لم الاوامر لما بتصدر في التنفيذ بتصدر شفوية، وبالتالي اللي بينفذ في الميدان بياخد امر شفوي وينفذه، لكن هو الضاغط بينقول عليها جرائم الضاغطين على الزناد، المنفذ جرائم الضاغطين على الزناد. جرائم الضاغطين على الزناد اللي هم موجودين دول هم اللي بيتسالوا، لكن اللي بيصدروا الاوامر المشرفين عليها مفيش جريمه عليهم. يعني ما هو يجي يقول لك ايه انا ما اصدرتش امر، لكن هو ممكن يكون اصدر الامر شفوي. هات لي دليل. تاخد بال حضرتك، هات لي دليل، وبالتالي بيتحمل المسؤوليه الضاغط على الزناد لو في حاله انت مسكتيه فعلا، وده ما بيحصلش. هنا المسؤوليه بتتحدد، فتحددت مسؤوليه الضاغطين على الزناد، لكن المشرفين في كل القضايا حتى في جرائم التعذيب والبتاع ده هنا الجريمه دي مش موجوده في القانون المصري، لازم تكون موجوده. زي ما هو قال النهارده ان المفروض ان انا اعدل القانون الاجراءات الجنائيه مع قانون العقوبات بالنسبه لجرائم الرشوه، لان في ثغره بتؤدي الى افلات كل من يرتكب جرائم التربح والفساد السياسي، ده موجود هنا من العقوبه. هنا عندنا انا في الحكم يعني ايه، انا ببص الاجابات، لكن عايز اقول كمان حاجه، هل من حقك ومن حقي ان انا انقض الحكم؟ من حقي. لا استني بس، هم قالوا لي حضرتك عايز تنقض براحتك، انا شخصيا مش هنقض خالص. في فرق بين حاجتين. انا بالنسبه لي هقول لك، يعني في حاجه بين حاجتين. النهارده القاضي عليه ان يعلم انه شخصيه عامه، وبالتالي هو طرح في من خلال التبيان بارادته، تبيان قدمه للاعلام بحيث ان هو يتناوله ويرد على هذا التبيان، وبالتالي هو قدم الاعذار التي حكم بها وقال للناس قولوا رايكم فيما في اعذاري، هل تقبلوها ام ترفضوها؟ فبالتالي هنا من حقي ان من 280 صفحه الذي قدمهم السيد المستشار الجليل محمود الرشيدي الى الاعلام ووسائل الاعلام عبر الفلاشه، ان انا 280 صفحه ان انا اتناولهم بالنقد وبالتحليل اللي هو موجود، لان ده بمثابه تصريح للمحكمه، لان لما جه وجه خطابه فيما يتعلق بالتبيان وجهه لوسائل الاعلام، قال الاعلاميين اقروا وبعدين ردوا، معناها ان القاضي قال ان المساحه المتعلقه بنقد هذا الحكم ليس التعليق، بنقد هذا الحكم من خلال هذا التبيان متاح للاعلام. طيب عايزه بس اشير الى بعض الاخبار، هناك انباء تشير الى انصراف أهالي الشهداء من أمام مقر أكاديمية الشرطة في التجمع الخامس بعد صدور هذه الأحكام، وأن هناك تعزيزات أمنية سبقت ذلك للفصل ما بين مؤيدي مبارك وأهالي الشهداء، والأنباء تشير إلى أن تأتينا صورة إلى وجود احتفالات فقط من قبل أنصار مبارك في مقر أكاديمية الشرطة الآن بعد انصراف، أو بعد الأنباء التي تشير إلى انصراف أهالي الشهداء. أود أن أشير إلى نقطة ربما تكون
في غاية الأهمية أن هذا الحكم هو حكم نهائي من محكمة الجنايات، ولكنه ليس حكما باتا في هذه القضية، ويحق للنيابة الآن أن تتقدم بالطعن أمام محكمة النقد على هذه الأحكام، لأن الحكم بالبراءة، وبالتالي الطرف الآخر الذي كان يمكن أن يقدم طعنا وهو المتهمين ليس لديه أي مصلحة في هذه المسألة الآن، وتبقى الكرة في ملعب النيابة العامة التي من المفترض وفقا للتصور أن تقدم طعنا أمام محكمة النقد على هذه الأحكام، وسيترك الأمر لمحكمة النقد إما أن تقبل هذا الطعن وتعاد محاكمة مبارك والمتهمين في هذه القضية مرة أخرى لندخل في فصل ثالث من فصول محاكمة مبارك ووزير داخليته ومساعديه، وإما ونجلي، وإما أن يؤيد هذا الحكم. لدينا مشكلة الآن تتعلق بالتداعيات السياسية لهذا الحكم. نحن في مرحلة ربما يرى البعض أن هذه الأحكام لا تخدم باشمهندس حسام على الظرف السياسي الذي نعيشه الآن. هي مش لا تخدم، بس يعني أنا هاخد من كلام سيادة مستشار إن احنا عندنا هنا مشكلة في مصر كبيرة قوي. الناس اللي كانت بتحاكم دي عملت كتير قوي في البلد، وفي حاجات يبدو انه مش في القانون المصري اصلا. يعني انا ما كنتش عاوز احاكم مبارك على ساعة من الاهرام ومش عارف 50 متر زيادة و500 متر زيادة اولاده خدوهم، فعشان بقاله 25 سنة قاعد في الحكم، فهو خدهم بس ما حدش هيحاكمه لان ما حدش كان يقدر يحاكمه. كل الكلام ده مع 35 سنة حكم اذا كان نائب ولا رئيس وفساد اقدر اتقبل، ومين كان حيقدر يقول طاغوت زي كده حدي لك او ادي لولادك او ما اديش لولادك. انما يا جماعه ده احنا انتخابات اتزورت عندنا 30 40 سنه، حقوق شعب اهدرت 30 40 سنه، ما فيش عندنا تهمه يبدو اسمها فساد سياسي، فيش عندنا تهمه اسمها تزوير انتخابات. يعني اهو ده ثابت بقى، يعني والا احنا مش في مصر او مش جيلي. ما تهم الفساد السياسي دي الدستور بتاعنا القديم ما كانش موضح، يعني بالظبط ما انا يعني ما اللي اقصده ما هو ده هيجيب لجيلين على الاقل ده لما ما تفعلش، يعني على الاقل في جيل او جيلين هيجي لهم على شيزوفرينيا. احنا فين؟ احنا عملنا ايه؟ احنا بنعمل ايه وهنعمل ايه؟ وفي اجيال انا خايف عليها جدا 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 من قبل هذا الحكم، الحقيقة من قبل هذا الحكم أنا شايف إحباط جامد جدا في قطاع كبير من الشباب. مش دعوة بالسياسة ولا داخل في السياسة ولا مش داخل، ده مخوفني بدأ يرجع عدم الانتماء، ولازم نبقى صرحة. الانعزال تاني ولازم نبقى صرحة. الحكم ده برضو أيا كان حيزود المشاعر دي، ايا كانت هيزود، لا هيزود اكيد طبعا. القاضي قاضي والحكم حكم، وزي ما احنا بنقول اذا كان واحد بيزور انتخابات 30 سنه تزوير كامل وما اقدرش احكمه خلاص يعني. بس هناك يعني خلينا نبص للنقطه الايجابيه او اللي فيها امل. مش دستورنا الجديد تعامل مع مساله محاكمه الرؤساء بمواد مختلفه، ربما لم يصدر القانون الخاص بهذه يعني على فكره في 2012 في بصي حضرتك في حاجات كتير زي برضو ما سيادة مستشار قال، يعني ايه الاحكام دي اللي متاخد خلاص طبعا لا تعقيب، انما هو فعلا هو مين اللي كان بيجيب الادله؟ ما هي الشرطه كانت مفروض تجمع الادله عشان تحاكم الشرطه. ما هي يعني نطلع مبارك شويه من الموضوع. انا من الاول عارف ان مبارك لازم هياخد براءه، لان مين هيثبت ان رئيس جمهوريه هيقول؟ انا هقول لحضرتك حاجه بالمناسبه دي، يعني كان في الحزب عندي حد مفروض انه كان على صله جامده قوي في الفتره السابقه وزمان في الثمانينات، فالراجل كان صادق يعني، فكان بيكلمني على الوفد على سنه 84 انتخابات 84، وفعلا كان الوفد ساعتها، انا بتكلم هذه الانتخابات، كان هياخد الاغلبيه بصراحه، كانت اغلبيه المرة الوحيدة اللي كان هياخد أغلبية معه. وهو بيقول لي إن وزير الداخلية راح لحسني مبارك وقال له فندم استعط رأي عندي، حزب حضرتك هياخد 22%. الرد عليه كان، والراجل ملوش حاجة إنه يكذب بعد هذا العمر يعني، الرد كان لوزير الداخلية لا أنت تحرياتك واستطلاعاتك غلط،
الناس التانية اللي هتاخد 22%. وطلعت على فكرة كده، طلعت كل المعارضة 22%. يعني لقصده مين يقدر يثبت ايه على ايه؟ فقتل بقى ان الرئيس هيقول للوزير داخلية يقتل، انا نفسي مش مصدق ان هيقول له يقتل. لان بصراحة انا حسني مبارك بالنسبة لي هو ما كانش بيحكمنا. يعني حسني مبارك على اخر 10 سنين انا ما تخيلش ان هو كان ليه دعوة باي حاجة في الدنيا. هو كان سلم ابنه وابنه مسلم وزير الداخلية بتاعه عشان التوريث. بس على فكرة حتى من الناحية الإنسانية، سواء حد مع مبارك أو ضد مبارك، من الناحية الإنسانية ناس كثيرة جدا تستبعد أنه يكون أعطى أمر بقتل المتظاهرين. بس أنا هي المشكلة أن الناس بتقول كانت مسؤوليته حماية المتظاهرين. لو هو أنا برضه هقول لحضرتك حاجة، لو هو كان في الوعي، أنا اعتباري أنه كان بقاله مدة كبيرة مش في الوعي، بقاله مدة كبيرة مش في الحكم، خلاص. هي ما يعني المساله يا استاذ عبد الله، يعني لما تقول ناس كده ان هيقولوا كان مسؤوليته حمايه المتظاهرين، فيقول لك طب وهو كان هيعرف منين ان هم هيقتلوا المتظاهرين؟ يعني برضو احنا في دائره الحقيقه مفرغه. هو في حاجه هنا بس، عشان يمكن من 25 انا بقى دلوقتي في حاجه اسمها المساءله والمحاسبه وسياسه الافلات من العقاب في مصر، في بالنسبه لكل الجرائم اللي كانت موجوده. يعني الافلات من العقاب اصبح هو القاعده، والمحاسبة والمساءلة هي الاستثناء في خلال هذه الفترة. ولازم نقلب الآية بقى، ولازم نقلب الآية ونبص كويس قوي. الثغرات التي أدت، وده كان متوقع بشكل كبير جدا، احنا في المسار بتاع الثلاث سنين ده ما خدناش أي إجراءات لمنع تكرار هذه الأمور. أنا دلوقتي مصدوم من حاجة، لأن زي ما هو قال لي كده النهاردة، كل من حكم في دعوة لا يجوز أن يعاد محاكمته مرة أخرى ولا أن تسأله حتى جنائيا مرة تانية. يعني لما نيجي نعمل قانون عدالة انتقالية، وقانون عدالة انتقالية بيتكلم عن المساءلة والمحاسبة، يعني وده جزء رئيسي جدا من العدالة الانتقالية، كل من قضي ببراءته لا يمكن ولا تستطيع ان تسأله. مفيش حاجة بأثر رجعي. فمعناها عايزين نقول بس ان دي يا استاذ عبد الله صور من امام مقر المحاكمة في أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس. هناك حالة من الهدوء، هناك اجراءات امنية زي ما حضراتكم شايفين من افراد الامن في الداخلية المصرية، تبدو حالة من الهدوء، وربما هذا يؤكد الانباء التي تشير الى انصراف أهالي الشهداء من أمام مقر المحاكمة بعد أن انتابتهم مشاعر الحزن والأسى الشديد التي عبر عنها الزميل محمد سماحة مراسل دريم عقب النطق بالحكم على حبيب العدلي بالبراء. أسفل مقاطعة. فمهم أوي حضرتك بالنسبة لمسألة الإفلات، يعني إحنا عندنا هنا أدي حكم، لكن أنت برضو بصي لبعض أحيان في الفترة اللي فاتت دي صدرت تدابير عفو عن عدد كبير جدا من المجرمين، أصبح النهارده بيرتكبوا جرائم. صدرت في عهد الرئيس السابق محمد مرسي، صدرت في عهد المجلس العسكري، يعني ما هوش جول اول ناس في خلال فتره من 25 لغايه النهارده تم الافلات منهم من العقاب. لكن تدابير العفو وقوانين العفو اللي صدرت في عهد مرسي، يعني الناس افرج عنهم تجار مخدرات وتجار سلاح وارهابيين يعني، لكن ففي المرحله دي لازم نبص بقى على مساله، لان لغايه امتى هتفضل سياسه الافلات من العقاب هي اللي سايده وهي اللي قاعده؟ فلازم نراجع كل الكلام ده. يعني كلام مهم جدا، يعني لازم نراجع كل الكلام ده. يمكن انا رصدت الفتره دي لغايه النهارده، ودي من احدى الاشياء اللي هو اتكلم حضرته على عمليه جبر الضرر عن طريق المجلس القومي للمصابي وشهداء الثوره. هذا المجلس اوصى الرئيس السيسي بالاهتمام بهذا المجلس. يا سيرتي الفاضله، يعني انا فوجئت ان القاضي المستشار في هذه القضيه هو الاسم. الاسم شده، والاسم ممكن يشد ناس كتير زي ما شد ناس كده، عشان نعرف الناس دي. لا هي انا بتكلم عليها من الناحية الإنسانية، يعني هو يشعر هو بأن هناك ألم لدى هؤلاء الأسر، وأن ربما حكمه. بصي، أي ضحية من الضحايا أفهمها كده كمواطنة، مش عارفة ده تعقيب على الحكم ولا مش أولاد تعقيب. الشهداء، أي واحد من أولاد الشهداء اللي هم قتلوا أو أي شخص يريد أن يعرف القاتل قبل أن يتلقى الدية. مظبوط. لأن لو اتعاملت مع منطق أنك تتعاملي مع الناس أنك تديهم تعويضات، معناها أنك تديهم دية من غير ما يعرفوا الحقيقة. ولو فصلت ما هو القاضي لما يتكلم على المساله دي يا استاذ عبد الله، هو ما عندوش كده ان هو ما عندوش ان في طب يعني يزودوا الفلوس شويه للناس. يعني في 34 دوله، لما نقرا التجارب في 34 دوله مرت بمرحله انتقاليه زي هنا، هنشوف ان كان الضحايا بالنسبه للضحايا اهم حاجه بالنسبه لهم انهم يعرفوا مين اللي قتل ولادهم، ان يعرفوا مين من القاتل ومن الجاني قبل ما ان هو تلقي الديه. ومساله تلقي الديه بدون معالجة ومعرفة القاتل ومحاسبته
امر لن تؤدي باي حال من الاحوال لانها عنف. ما حضرتك حاطط ايدك حضرتك بتحط ايدك وباشمهندس حسام على الجرح دلوقتي. انا لما اقول لاهالي الشهداء ان دول ما قتلوش ولادكم، ما هو الرد بتاعهم طب من قتل اولادنا؟ ما هو ده هو ده السؤال عليه. معرفه الحقيقه، معرفه لجان هي دي مسؤوليه مين بقى؟ دي مسؤوليه الدوله. المفروض انها تشكل لجان مستقله من الاول خالص، من اول ما بدات الثوره. احنا شكلنا لجان تقصي الحقائق. لا مش تقصي، في فرق بين لجان تقصي الحقائق. يعني لجان تقصي الحقائق الاولى اللي شكلت دي لغايه دلوقتي ان تقريرها ما اتنشرش، ولجنه تقصي الحقائق بتاعت مرسي برضو، حتى لجنه تقصي يعني عفوا، في كان جلال عامر كان له مقوله ساخره جدا بتقول لك لو عايزه الله يرحمه، بيقول لك لو عايزه تبرئي حد قدمي المحاكمه، لو عايزه تتمصي الحقيقه شكلي لها لجنه. فشوفي المقوله دي ثابته يعني قد ايه، وبتعبر عن اللي احنا فيه دلوقتي. هي المضحكات المبكيات الحقيقه. يعني فهنا قدمنا ناس للمحاكمه وخدوا براءه وعملنا لجان موجوده. فمشكله اللجان دي لا حاجه ثانيه غير اللجان، لان لجان تقصي الحقائق لجان الحقيقه غير اللجان دي خالص. اللجان دي بتبقى لها سلطات، لجان تقصي الحقائق دي ما لهاش سلطات. انا بس عايز اسال سؤال بطريقه ثانيه. دلوقتي ام شهيد ولا اخوه ولا بنته ولا ابنه دلوقتي في حاله ربنا سبحانه وتعالى بس اللي يعلم بيها، مهما كان تعاطفنا احنا كمجتمع مع الماساه مش زي الـ 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 النار معلش. اللي جواه مش دول هو بس. ده يروح لمين؟ لا مش دول بس الخطوره، مش دول بس الخطوره، في اجيال، في شباب دول كانوا يا اما زمايلهم حتى لو ما يعرفوش، يا اما بيمثلوا المثل الاعلى، ضحى بحياته للبلد، هو عاش على كده. انا بتكلم جيل عاش على كده. مش دول بس يا باشمهندس حسين، انا وحضرتك واستاذ عبد الله والناس كلها. انا بتكلم حضرتك احنا يعني. انا وصلت من السن اوكي صح والسياسه ان انا اقدر اضبط نفسي واضبط مشاعري واضبط تفكيري على ما علمتني الحياه. عموما انا بتكلم على جيل ما عندوش الحكايه دي، وإلا ما كانش قام بثورة. أنا بتكلم على العموم في العالم كله، يعني جيل بيجيله حاجة من الاتنين، يا إما يفهم ويبقى وهو فاهم تماما، يا إما بيروح لاتجاه تاني اللي احنا بنتكلم عليه الإرهاب، يا إما بيروح لاتجاه تالت اللي أنا بسميه عدم الانتماء، مش موضوعي، مش قصتي، مش بلدي. دي الخطورة. وأنا مهاجر. ده مهاجر اللي يعرف يهاجر. انا وللاسف لا، ده الاخطر اللي يعيش في الوطن وهو منفصل عنه. ده تماما. انا بسمع الكلام ده الحقيقه من ناس مستواها الاجتماعي كويس جدا. يعني انا مش بتكلم على 25 يناير يا باشمهندس حسام كانت ناس متعلمه كويس قوي من الطبقه المتوسطه المتوسطه العليا. دي على فكره ترسل. دي برضو كانت مقوله اما كنت بسمعها. حضرتك عارف انا كنت في 25 فعلا. الحقيقه يعني عيش حريه عداله اجتماعيه الحقيقه برضه ما كانش اول هتاف. المستوى اللي كان طالع في اول المظاهرات كان مرتاح ماديا بالظبط فعلا. يعني مش 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 زي ما صورت العكس. لا 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 دي كانت خنقه. هي وكان جيل اتخنق وكان ممكن يستحمل مبارك لو عارف ان هي ديتها كام شهر او سنه، انما ما كانش ممكن يستحمل حكم جمال مبارك 30 سنه كمان. لا هو دي اللي كانت جابت الخنقه الاخيره. ومش خنقه بس، خنقه واطلاع ورغبه في الافضل ورغبه في مجتمع ديمقراطي واحلام تتعلق يعني كان عنده نسق فكري متطور. وده حضرتك الخطوره دلوقتي حتى في الاعلام، حتى واحنا بنتكلم احنا عارفين ان فتره مرسي كانت فتره كلنا شفنا فيها اوحش حاجه ممكن تحصل لبلد. بس مش صح برضو ان احنا نرجع نقول ايه مش كده احسن. طبعا هو لازم انا اقارن بيني وبين مرسي؟ يعني هو مفيش غير كده. يعني مصر دي غير السيء والاسوأ بالظبط كده. مصر دي ملهاش حق انها بجد تطلع لقدام. ما بنتكلم معلش في دقيقه على قانون الانتخابات. انا مش هاممني مين ياخد كراسي ايه ولا القصه، بس انا اللي مزعلني ان القانون بيتعمل بس عشان اخلص المرحله، يعني اخلص بس من هذه، انما مش عشان اقدم البلد او اطور بلد او اعمل حاجه في بلد. حطيت ايديك على الجرح. بص يا استاذ وكلم كلام باشمهندس، في الفتره من 25 يناير لغايه دلوقتي كان اللاعبين السياسيين هم اللي بيسيطروا على مسار البلد. قانون تنظيم مباشر الحقوق السياسيه ده اتعدل 12 او 13 مره، لكن في النهايه ما كانش فيه اهتمام بالتشريعات اللي هي متعلقه بتحقيق شعارات الثوره، لا العداله الاجتماعيه ولا الحريه. يعني مفيش تشريعات متعلقه بالحريه تم تعديلها او اترسخت من خلال البتاع، لكن كان اللعب
على قائمة نسبية ولا قائمة مطلقة ونفس الصراع. فاللاعبين السياسيين سيطروا على الملعب السياسي بشكل كامل، عملية اقتسام السلطة، عملية اقتسام البرلمان، عملية اقتسام الرئاسة. ده مهم جدا ان احنا ننتبه ليه، وينتبه ليه اللاعبين السياسيين اللي هم موجودين، ان لهم دور كمان، يعني بالاضافة ان هم لازم يحافظوا على انتخابات حرة نزيهة، ان هم يشاركوا كأحزاب سياسية في صناعة التشريعات وفي صناعة التدابير اللي ممكن تخلق الشعارات والامان ومرحله الانتقال الديمقراطي بشكل كويس، بدل لان فعلا تعالي شوفي التعديلات والتشريعات اللي تمت عشان تحدد المسار بحيث ان احنا نمشي بموازاه بلعبه اللاعبين السياسيين. فانا شخصيا انا بطلب من اللاعبين السياسيين ان احنا نلعب صح. الامر الاخر وبرده ده مناشده للاعلام، في ناس، الناس اللي هي كانت ضد مبارك ونزلت 25، نزل في 30 يونيو كانت موجوده، دلوقتي انفصلت عن 30 يونيو كمان. ليه؟ لانها ضد الفلو، ضد، وهي دي اللي انا بخشاها. ليه؟ لان الفتره دي هم شاهدوا بعض رموز مبارك يتحركون في داخل اروقه الاعلام، وبداوا النهارده لهم صوت، وبدا النهارده هذه الاصوات كمان تتهمهم، وهم يعني من الشباب النقي جدا. هو انا بس مبارك خارج، سيكون خارج السجن وخارج مستشفى المعادي بعد هذا الحكم. لا المقصه يعني المقصه يعني المقصه اللي بين الحكمين اللي هو كان بيقوله. فده مهم جدا، مهم جدا ان احنا نفهم بالكلام اللي هو كان موجود بالنسبه للشباب ده. الشباب ده له خاين وله عميل وله البتاع، ولازم نهتم بيه، لان الشباب ده ايضا متضرر. وانا عايز اقول لحضرتك من حاجه واحده، كلامنا مش عن الضحايا، لا، في ضحايا اسمها ضحايا الضرر الجماعي، الناس اللي اتضرت بشكل جماعي من عمليات الفساد وعمليات الارهاب. يا فندم ضحايا المبدا، ضحايا الفكر، أيوة، ضحايا الحلم، اللي النهارده حلمه في العداله، يعني حلمه في التقدم، الفقراء، الفقراء ما هم ضحايا، ما هم ضحايا، ما هو الضرر اصابهم ضرر جماعي. يعني الحقيقه انا امام ضحايا الان، يعني بالتاكيد لا احد يزايد، او يعني انا عاده ما بحبش استخدم بعض العبارات العاطفيه، لكن بالتاكيد قلوبنا جميعا تعتصر الما الان على المشاعر التي يشعر بها اسر هؤلاء الشهداء، من قتلوا ومن ظلموا، من قتلوا ومن ظلموا. والمشكله الحقيقيه ليست مساله التعليق على احكام القضاء، هل الحكم بالنسبه لبعض الناس هو ده الحكم المتوقع او المرضي او غير المرضي، لكن المشكله في مراره الشعور بالظلم. يعني لو حد عايش في وطن، لو حد عايش في وطن والوطن ده ما بيقولوش هو حقوقه بتضيع ازاي، يعني فكره العقد الاجتماعي لجان جاك روسو اصلا حته بقى نظريه سياسيه تبقى مهدومه اساسا. يعني دول ما قتلوش، قولوا لنا بقى مين اللي قتل، اللي قتل ومين اللي قتل. في حكمه قالها المستشار الرشيدي في ثنايا حكم، مش عارفه في الاخر ولا في النص كده ولا في الاول، قال لك يعني ربنا هو الحكم العدل. يعني ونعم بالله. أشكركم على خير، بشكر ضيوفي الأعزاء الأستاذ عبد الله خليل المحامي بالنقد والخبير الحقوقي، والمهندس حسام الخولي سكرتير عام مساعد حزب الوفد، بشكر حضراتكم وبشكر ضيوفي الأعزاء. كانت هذه تغطية محطة دريم لفاعليات محاكمة مبارك. حبيب إبراهيم حبيب العدلي، أحمد محمد رمزي عبد الرشيد، عدلي مصطفى عبد الرحمن فايد، حسن محمد عبد الرحمن يوسف، إسماعيل محمد عبد الجواد الشاعر، براء، عودوا إلى مقاعدكم. بقي في الجناية الأولى اتهام الجنحة، وهي التسبب بخطأ في إلحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح الجهة عملهم وغيرها. وفيها حكمت المحكمة حضورية لحبيب إبراهيم حبيب العدلي، عدلي مصطفى عبد الرحمن فايد، حسن محمد عبد الرحمن يوسف، إسماعيل محمد عبد الجواد الشاعر، أسامة يوسف إسماعيل المراسي، عمر عبد العزيز فرماوي عفيفي، براء، عودوا إلى مقاعدكم. بشأن ما أسند لمحمد حسني السيد مبارك من اتهام بالاشتراك مع سامح فهمي وزير البترول الأسبق في إسناد بيع وتصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل وتربيح الغير والإضرار العام، حكمت المحكمة حضوريا ببراءته مما نسب إليه. بشأن التهمة، تهم تقديم حسين سالم 5 فيلات كعطية لحسني مبارك ونجليه وقبولها، فقد حكمت المحكمة
غيابيا لحسين كمال الدين ابراهيم سالم وحضوريه لمحمد حسني السيد مبارك وعلاء محمد حسني السيد مبارك وجمال محمد حسني السيد مبارك بانقضاء الدعوة الجنائية بمضي المدة لتلك التهم. عودوا إلى مقاعدكم. بقي الاتهام الأخير وهو لاشتراك في بالاتفاق في جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والمقترن بالعمد في الجناية دي. حكمت المحكمة حضوريا محمد حسني السيد مبارك بعدم جواز نظر الدعوة الجنائية المقامة قبل محمد حسني السيد مبارك يوم 24/5/2011 في هذا المقام لسبق صدور أمر ضمني بألا وجه لإقامة الدعوة الجنائية قبله من النيابة العامة يوم 23/3/2011 في الجناية رقم 1227 لسنة 2011 قصر النيل مع مصادرة كافة المضبوطات في الجنايتين. بقيت كلمة أقولها وأنا أغادر المنصة من باب رد الفضل للوطن الذي تربيت فيه عن نفسي. رفعة بلادنا لن تكون إلا ببعث مكارم الأخلاق وإتقان العمل الدؤوب والإعراض عن اللغو. إن كان مما قلته طوال الجلسة من نقص فنحن بشر، وإن كان في تمام فمن رب البشر. أستودع أرض الكنانة وشعبها عند من لا تضيع عنده الودائع. ورفعت الجلسة.